بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل باقي محاضرات مقرر Structure Analysis 2 CE324. مقرر يدرس في الفصل الدراسي السادس قسم هندسة مدنية جامعة بنغازي. المقرر هذا يحكي بشكل عام على المنشآت أو الأجزاء الإنشائية الغير محددة استاتيكيا. أوكي، درسنا طبعا في الكورس طريقتين، طريقة سلوب ديفليكشن ميثود وطريقة الفورشوال وورك. وقلنا ان طريقة سلوب ديفليكشن ميثود عندها معادلتين اساسيتين تقدر تحل بهن اي مسألة تواجهك سواء كانت بيم او فريم. قلنا موضوع التراس غير محدد استاتيكيا ينحل بطريقة الفورشوال وورك، كذلك طريقة سلوب ديفليكشن ميثود تعتمد طبعا بشكل اساسي بشكل رئيسي على زوايا الانحراف، على زوايا الانحراف. وقلنا طريقة السلوب ديفليكشن ميثود يعني لا تعتد، او المسائل غير محددة استاتيكيا يعني زي ما تقول غير ذات اهمية، يعني نقدر نحل اي مسألة سواء محدد او غير محدد بطريقه سلوب ديفليكشن ميثود على طول بدون اي عوائق، مش كيف طريقه الفورشوال وورك. طريقه الفورشوال وورك عندها كونسبشن او اساسيات خطوات معينه، بروسيجر معين اذا كانت محدده، واذا كانت غير محدده عندها بروسيجر اخر مختلف. طريقه سلوب ديفليكشن تختلف، حكينا على الكلام هذا كله في ثلاث محاضرات اللي فاتت. طريقة المومنت ديستريبيوشن هي الطريقة الثالثة اللي هي في مقررين من المنهج، طريقة طبعا مكملة طريقة سلوب ديفليكشن ميثود، لكن قبلها نحن نعطوا شوية نكتبوا معادلات سلوب وطريقة سلوب ديفليكشن ميثود. وقلنا ان طريقة سلوب ديفليكشن ميثود عندنا عزمين في المنبر الواحد، المنبر الاول حيكون 2 اي اي على ال 2 فيتا 1 زائد فيتا 2 بالشكل هذا، واثنين اي اي على ال 2 فيتا 2 زائد فيتا 1 بالشكل هذا. طبعا بالاضافه زائد او ناقص المومنت عند الفيكسد، زائد او ناقص مومنت عند الفيكسد، بالاضافه الى عندك تاثير حكينا عليه، فنزيد نذكر به. حكينا على تاثير الانحرافات، وقلنا لما الانحراف يكون بالشكل هذا يكون مع عقارب الساعة حيتولد لي مومنت ضد عقارب الساعة عند الطرف الأول والطرف الثاني، اسمه مومنت فيكسد، وقيمته 6 اي اي في دلتا على التربيع. يعني نقول هنا زايد أو ناقص 6 اي اي في دلتا على التربيع، ونفس القصة 6 اي اي في دلتا على التربيع. وذكرنا طبعا أثبتنا الكلام هذا كله ودرسناه بشكل جيد في المسائل. أنا نجو أول طريقة المومنت ديستريبيوشن. طريقة المومنت ديستريبيوشن تعريفها بشكل عام يقول لك stiffness of member is the moment required to procedure unit of rotation. يعني يقول لك هنا هو زي ما تقولوا الستيفنس نتاع المنبر او الجساءة. ستيفنس معناها جساءة بالعربي، باللغة العربية الفصحى جساءة، يعني جساءة المنبر نتاعك شن حيكون. قال لك هو اذا كان نحن طبقنا مومنت يعطيني يونت روتيشن، يعطيني يونت روتيشن مقدارها واحد، يونت روتيشن مقدارها واحد. يعني انا نحاول الكلام النظري هذا ما يعني ما يوضح ليش الصورة بالشكل الصحيح، لكن لما نحطنا المعادلات متاعي توضح عندي الصورة بشكل أفضل وبشكل ممتاز. يعني هنا قال لك التعريف متاعها، قال لك هو يعني زي ما تقول جساءة متاع المنبر، هو العزم الذي طبق يعطيني يونت روتيشن. مثلا عندنا هنا بيم فيكسد سبورت رولر سبورت من الطرف اليسار باهي، ولو طبقنا جينا المومنت هنا درنا مومنت هنا حيعطيني فيتا بالشكل هذا. نقوله مثلا انها فيتا واحد، وعندك الفيتا اثنين هنا يساوي زيرو، فيتا اثنين فيتا واحد
مجهولة والفيتا 2 يساوي الزيرو، يعني احنا عبارة عن طبقنا مومنت فقط. نجي نحلوها بطريقة السلوب ديفليكشن ميثود، ونقولوا ان الام واحد يساوي 2 اي اي على ال 2 فيتا 1 زائد فيتا 2 بالشكل هذا، زائد او ناقص مومنت عند الفيكسد زائد او ناقص 6 اي اي في دلتا على التربيع. نقولوا ام 2 يساوي 2 اي اي على ال 2 فيتا 2 زائد فيتا 1 زائد او ناقص مومنت عند الفيكسد زائد او ناقص 6 اي اي في دلتا على التربيع. طبعا بما ان ما عنديش انحراف سير او دوران في البيم، حيكون المقدار هذا بزيرو، بالشكل هذا بزيرو. كذلك ما عنديش احمال موزع او احمال مركز، حيكون المقدار هذا بزيرو. كذلك عندي الفيتا 2 يساوي صفر، لان عند الفيكسد فيتا 1 دا يساوي صفر، نقول الفيتا 2 يساوي الزيرو، فيتا 2 يساوي الزيرو بالشكل هذا. يكد عندنا مجهول فيتا 1 فيتا 2 ام 1 وام 2. في العادة بدون المومنت هذا، بدون العازم هذا اللي هو أنا طبقته سابقا لما حلينا كيف المسألة هذه وحولنا المومنت، نقوله دائما الام واحد اثنين عند الرولر وام اثنين واحد عند الفيكسد. الام واحد اثنين قيمتها بزيرو دائما، لان عند الرولر على الطرف يكون مومنت بزيرو، لكن عند الفيكسد لنا قيمة. لكن احنا بما ان طبقنا مومنت عند الواحد اثنين بالشكل هذا، اذا مومنت واحد اثنين مومنت 2 1، اذا مومنت 1 2 حيكون يساوي بالشكل هذا، يساوي الام اللي انا طبقته اللي يعطيني يونت روتيشن، اللي يعطيني يونت روتيشن. يعني لو جينا نحن للمعادله الاولى وقلنا الام يساوي 2 اي اي على ال في 2 فيتا 1 بالشكل هذا، اذا يساوي 4 اي اي على ال في الفيتا 1، الفيتا 1. هذا هو العازم متاعي. يعني اذا كان نحن قلنا ان الفيتا 1 يساوي 1 اللي هو يونت روتيشن، اذا العازم اللي سبب لي يونت روتيشن مقداره 1 اللي هو 4 اي اي على ال، وهذا يقولوا له الاستفنس او الجساء باللغه العربيه الفصحى نتاعت المنبر، الجساء يعني الاستفنس نتاعك اللي هو يرمزو له بالرمز كي يساوي 4 اي اي على ال بالنسبه للمنبر، بالنسبه للمنبر اللي قدامي. يعني الواحد يكون على درايه بان الاستفنس لما يكون فيكسد رولا، فيكسد على اليمين ورولا على اليسار، الكي نتاعها 4 اي اي على ال، 4 اي اي على ال، لان اعطت يونت روتيشن. باهي الام هذا اللي انا طبقته شن علاقته مع الام 2 1، شن علاقته مع الام 2 1؟ نا الام لما حسبت طلعت معايا اهي الام هذه يساوي 4 اي اي على ال في الفيتا 1. باهي الام 2 1، الام 2 1 هذه كم قيمتها؟ يساوي 2 اي اي على ال في فيتا 1 بالشكل هذا، في فيتا 1 بالشكل هذا. باهي الام هذه لو قلنا انها يساوي الاربعة اللي حولناها الى 2 في 2 بالشكل هذا، هذه الاربعة عندي حولناها الى 2 في 2. باهي 2 اي اي على ال في الفيتا 1 مش هي نفس الام 2 1؟ خلاص هي نفسها، اذا يساوي 2 ام 2 1، اذا الام 2 1 يساوي نص الام بالشكل هذا، نص الام. شنو راح نستفيد من الكلام هذا كله؟ يعني انا بدون المومنت هذا، بدون العزم هذا، تكون عندي مساله عاديه نقدر نحلها، لكن اذا كان لما نطبق عليه مومنت عند الطرف متاعي حيسبب لي في يونت روتيشن او يسبب لي في روتيشن عند الرولر، قيمة المومنت هذا يعادل رد الفعل بالشكل هذا، قيمة الام 2 1 مقدار نص الام، يساوي نص قيمة الام اللي نحن طبقناها بالشكل هذا. هذه الفكرة العامة بتاع طريقة المومنت ديستريبيوشن ميثود.
يعني تعتمد بشكل كبير على المومنت، وكلها مومنت وكلها زوايا انحراف وكلها ستيفنس. يعني عندي الستيفنس في حالة الفيكسد من طرف ورولر من الطرف الآخر 4 اي اي على ال. هذه الحاجة الأولى اللي أنا بنعرفها. الحاجة الثانية لما نطبقه نحن مومنت عند الطرف حيعادل الام 2-1، او رد الفعل عند الفيكسد مقداره نص الام، مقداره نص الام بالشكل ده. باهي، هذه الحالة الأولى إذا كانت فيكسد على اليمين ورولر على اليسار. فيكسد على اليمين ورولر على اليسار، هذه كانت باهي. لما يكون الحالة عندي، الحالة اللي عندي بالشكل ده، كانت عندي بيم عادية سمبلي سبورتد بالشكل ده. انا راجل نبي نحل كيف البيم هذه، ندير معادلتين، نسمي النقطة هذه نقطة واحد، نقطة اثنين، نقول ام واحد اثنين يساوي اثنين اي اي على ال. اثنين فيتا واحد زي فيتا اثنين، طبعا زايد او ناقص المومنت عند الفيكسد زايد او ناقص 6 اي اي دلتا على ال تربيع بالشكل. وام اثنين واحد يساوي اثنين اي اي على ال. اثنين فيتا اثنين زايد فيتا واحد زايد او ناقص المومنت عند الفيكسد زايد او ناقص 6 اي اي يدلت على التربيع. تعريف الستيفنس او تعريف الطريقة بشكل عام، انه قال لك طبق مومنت هنا بالشكل هذا وشوفه شنو يساوي. نحن سابقا بدون تطبيق المومنت هذا لم واحد اثنين واثنين واحد يساوي اصفار، لان عند الاطراف على طول، والفيتا واحد فيتا اثنين لا يساوي صفر. هنا ما عنديش اي انحرافات، اذا تكون بزيرو، وما عنديش اي احمال موزعة ومركزة، معناها تكون هنا بزيرو بالشكل ده. اوكي، عندي فيتا واحد وفيتا اثنين، المومنت اثنين واحد هنا معلش معليش مومنت هتكون بزيرو. الام واحد اثنين يساوي الام المطبق اللي احنا طبقناه هذا، هيكون يساوي الام يساوي 2 اي اي على ال. 2 فيتا 1 زائد فيتا 2 بالشكل هذا، 2 فيتا 1 زائد فيتا 2. نجو نحن للمعادلة الثانية، نجو للمعادلة الثانية ونقولوا 0 يساوي 2 اي اي على ال. 2 فيتا 2 زائد فيتا 1 بالشكل هذا. لو ضربنا الطرفين في ال على 2 اي اي حتمشي هذه، هتقعد عندي 2 فيتا 2 زائد فيتا 1 يساوي 0. نستنتج حاجة ان الفيتا 1 او الفيتا 2 يساوي نص ماينس نص الفيتا 1 بالشكل ده. لو عوضنا نحن عليها في المعادلة الاولى، اذا الام يساوي 2 اي اي على ال. 2 فيتا 1 ماينس نص فيتا 2، فيتا واحد هتكون معايا يساوي بالشكل هذا 2 اي اي على ال. 2 واحد ونص فيتا واحد، لان 2 ناقص نص واحد ونص، واحد ونص في 2 هتكون عندي المومنت مقدارة 3 اي اي على ال في الفيتا واحد. وهذه نبيك تركز عليها، ان العزم اللي احنا طبقناه بيش يسبب لي واحد روتيشن يحتاج ستيفنس 3 اي اي على ال، بعكس هنا او هنا اكبر منه، هنا الستيفنس طلع معايا 4 اي اي على ال، هنا 3 اي اي على ال في حالة السمبلي سبورت بيم، بحيث يحدث واحد روتيشن او يونت روتيشن مقداره واحد، محتاج هنا 3 اي اي على ال. هذا هو الستيفنس متاعي، هذا هو الستيفنس متاعي بالشكل هذا. يعني عندنا احنا حالتين، حالة فيكسد ورولر، وهنا حالة سمبلي سبورت عادية. اللي فهمناه نحن من الكلام هذا كله اللي حكيناه، ان 3 اي اي على ال في فيتا واحد، هذه العزم يسبب لي 1 روتيشن في سمبلي سبورت بيم، وفي حالة الفيكسد رولر يساوي 4 اي اي على ال. وبالنسبة للام 2 واحد العزم اللي هو عند النقطة الأخرى يساوي نص الام، أما بالنسبة للعزم عند النقطة الأخرى عند 2 حيساوي الزيرو، حيساوي الزيرو. نقوله أن الام 2 واحد يساوي الزيرو بالشكل ده.
اوكي، هذه المعلومات العامة على طريقة المومنت ديستريبيوشن، مش حتثبت معايا وتدخل يعني تدخل يعني زي ما تقولوا للدماغ وتنفهم بشكل ممتاز إلا بعد ما ناخذ مسألة نوضح فيها الكلام اللي نحن حكيناه هذا كله. أوكي، هنا ناخذ اكزامبل على الكلام اللي حكيناه كله على الاستفنس وعلى الجساءة وعلى المومنت. هنا قال لي دروب اني بمومنت دايجرام رولر رولر فيكسد سبورت 4 متر 3 متر. طبعا هنا نبي نمشي بخطوات معينة للوصول للحل. خطوات معينة هذين واضحة وثابتة في جميع المسائل، في جميع المسائل. أول حاجة نسمو المنبر، نقولوا إن المنبر هذا أو جوينت واحد اثنين ثلاثة بالشكل اف، واحد اثنين ثلاثة بالشكل اف. ثاني خطوة لما سمينا نحن الجوينت نحدو الاستفنس عند كل منبر، عند كل منبر. نشوف مثلا للمنبر الأول اللي هو منبر واحد اثنين، نقوله هنا منبر وهنا نقوله واحد اثنين والمنبر الآخر اثنين ثلاثة بالشكل اف. المنبر واحد اثنين هنا بالنسبة للنقطة واحد عندها مقاومة للمومنت لأن في فيكسد، المومنت لا يساوي صفر، وعند النقطة اثنين برضو عندها مومنت. أوكي، في رولر هنا لكن في عندها مومنت، المومنت لا يساوي صفر. ما قلتلكش انا في هنج هنا، لا، بس فيه رولر سبورت اوكي، لكن في عندك مومنت. لما يكون النقطة الأولى عندها مقاومة للمومنت والنقطة الثانية عندها مقاومة للمومنت، معناها الاستفنس متاعها 4 اي اي على ال اللي هو 4 متر بالشكل هذا، 4 اي اي على ال. لما يكون عندها مقاومة للمومنت هنا والمقاومة للمومنت هنا هيكون مقدار 4 اي اي على ال، 4 اي اي على ال، كيف ما حطينا نحن الاستفنس نتاعنا بالشكل هذا. بالنسبة للمنبر 2 3، بالنسبة للمنبر 2 3، بالنسبة للنقطة 2 عندها مومنت، عندها مقاومة للمومنت. النقطة 3 هنا المومنت بتاعها يساوي صفر، المومنت بتاعها يساوي صفر. لما يكون عندي مومنت يساوي صفر هنا بالشكل هذا والنقطة الأخرى عندها مقاومة، هذيك طبعا الحالة الثانية حيكون الاستفنس متاعها 3 اي اي على ال، 3 اي اي على ال بالشكل اف. بعدين في عندي نوع حاجة اسمها ريليتيف استفنس، الاستفنس او النسبي او النسبية بالنسبة هذا بالنسبة لهذا. طبعا الاربعة هتمشي مع الاربعة والثلاثة هتمشي مع الثلاثة، حيقعد الاستفنس هذا مقداره واحد. ليش؟ لأن الأربعة مشات إلى واحد، الريليتيف استفنس معناه واحد إلى واحد، والثلاثة مشات مع الثلاثة بالشكل هذا من واحد إلى واحد. هذه أول خطوة، رقمنا النقاط متاعنا في البيم، حطينا المنبر متاعنا، طلعنا الاستفنس عند كل منبر، بعدين طلعنا الريليتيف استفنس. الريليتيف استفنس، الاستفنس هذا زي ما تقولوا بالنسبة للاستفنس هذا، لو ضربنا نحن الطرفين في الطرف هذا والطرف هذا في واحد على اي اي، هتمشي الاي اي مع الاي اي، هتقعد واحد الى واحد، واحد الى واحد. هذه الخطوة الاولى في المسألة. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية تحط الجوينت بتاعك هنا، تقول الجوينت بالشكل هذا، نقولوا ان في عندنا جوينت واحد وجوينت اثنين وجوينت ثلاثة بالشكل هذا، جوينت واحد وجوينت اثنين وجوينت ثلاثة. بعدين عندي المنبر، عندي المنبر، عندي المنبر هذا واحد اثنين عند النقطة واحد، نقوله منبر واحد اثنين بالشكل هذا. عندي النقطة اثنين علقة فيها تو منبر، اثنين واحد واثنين ثلاثة، نقوله هنا علقة فيها اثنين واحد، وهنا عندك اثنين ثلاثة عند النقطة اثنين.
ده المنبر عنده نقطة ثلاثة، علقة فيها منبر واحد اللي هو ثلاثة اثنين بشكل. حطينا الجوينت، حطينا المنبر متاعي، بعدين في حاجة اسمها ديستريبيوشن فاكتور. ديستريبيوشن فاكتور، ديستريبيوشن فاكتور في العادة يندار عند النقطة اللي فيها اتصالين، يعني عند النقطة اثنين فيها اتصال مع المنبر الأول من المنبر الثاني، ضروري تحط لها ديستريبيوشن فاكتور عند النقطة اثنين. أما بالنسبة للنقطة ثلاثة ما عندهاش ديستريبيوشن فاكتور، ليش؟ لأنها متصلة مع منبر واحد، وكذلك النقطة واحد ما عندهاش ديستريبيوشن فاكتور. إذا نقولوا شرط هك بشكل هذا وشرط هك. عند النقطة اثنين اللي متصلة مع اثنين واحد واثنين ثلاثة، الديستريبيوشن فاكتور كم يكون؟ يكون قيمته بالنسبة للمنبر أو عند النقطة اثنين واحد هنا بشكل هذا، تاخذ الريليتيف ستيفنس اللي هو بين التو منبر، هنا نقول واحد اللي هو القيمة هذه واحد على مجموع هذه زائد اللي هي واحد زائد واحد هيكون اثنين بالشكل هذا، واحد على واحد زائد واحد على نص. ونفس القصة هتاخذ الواحد هذا عند اثنين ثلاثة بالشكل هذا وتقسمها على واحد زائد واحد هيكون بنص. هذا حاجة اسمها distribution factor. distribution factor معاملة توزيع. ليش؟ لأن relative stiffness كانت واحد إلى واحد، هيكون نص إلى نص بالشكل هذا، نص إلى نص. بعدين عندي حاجة اسمها fixed end moment. fixed end moment، fixed end moment احنا خذيناه سابقا في طريقة slow deflection method، وقلنا لما يكون عندي 4 كيلو نيوتن بالشكل هذا هيأثر عندي بعزمين مقدارها دبليو ال تربيع على 12 بالشكل هذا مع عقارب الساعة، وهنا ضد عقارب الساعة نفس القصة، 6 هنا هيأثر بعزمين. أنا كيف نقدر نحسب الفيكسد اند مومنت؟ الفيكسد اند مومنت جايني عند 2 3 والثلاثة 2، يعني عندك فيكسد اند مومنت هنا وفيكسد اند مومنت هنا، لكن كم قيمته؟ مقدارها دبليو ال تربيع على 12، نقولوا دبليو 12 في ال تربيع في 3 في 3 قسمة 12 حيطلع معانا 9، يعني عندك 9 هنا و9 هنا. نجو تو الاشارات، انا نبي نفرض فرضية من عندي نقولوا ان مع عقارب الساعة بالموجب وضد عقارب الساعة بالماينس، هذه الفرضية من عندي. هنا الفيكسد اند مومنت هنا الحمل الموزعي يأثر بعزم مع عقارب الساعة، إذا حيكون بموجب بشكل موجب، وهنا حيأثر بعزم ضد عقارب الساعة حيكون بماينس. أما 2 1 وال 1 2 ما عنديش، إذا خلوها فاضية مكانهم فاضي، أو نديروهن أصفار، يعني نقولوا هنا عندك أصفار بالشكل هذا، يعني حطينا الجوينت واحد واثنين وثلاثة، حطينا المنبر، حطينا الديستريبيوشن فاكتور بناء على الريليتيف ستيفنس، حطينا الفيكسد اند مومنت عند كل جوينت وعند كل نقطة وعند كل عزم بيطلع لنا. تو آخر خطوة ننتقلوا للبالانس والكاري أوفر. البالانس والكاري أوفر، نبدأ أول حاجة في البالانس، نبدأ في أول حاجة في البالانس. البالانس معناها، وعندك الكاري اوفر حرف السي، البالانس معناه زي ما تقولوا اتزان او توزيع، او كاري اوفر توزيع، لكن البالانس زي ما تقولوا موازنه او طريقات. بما ان وخطوه هذه ثابته معاك في جميع مسائل المومنت ديستريبيوشن، لما يكون عندي الطرف هنا رولر او هنج والمومنت عنده يساوي صفر، على طول التسعة هذه نوازوها بالانس بمومنت مقداره ماينس 9، نفس يحمل نفس القيمة ولكن عكس الإشارة، يحمل نفس القيمة ولكن عكس الإشارة مقداره ماينس 9 فقط عند النقطة اللي يكون فيها العزم بزيرو، يكون فيها العزم بزيرو، هذه عند البالانس باهي، هذه عند البالانس. أما التسعة الأخرى بتاعت الحمل الموزع اللي هي ماينس 9، لا مش حتوزع بماينس 9، انا حتوزع بمقدار النص والنص اللي عندها قاعدات عندها، حنقولوا هنا 9 على 2 وهنا 9 على 2،
ضربنا 9 في النص وهنا ضربنا 9 في النص، قاعد لي 9 2، ولكن بعكس الإشارة، هنا بالماينس إذن حتكون هنا بالموجب وهنا بالموجب، 9 على 2 بالموجب و9 على 2 بالموجب. هل في عندي فيكسد اند مومنت اخرى باش نوزعوه؟ لا ما عنديش، ما عنديش. انا عندي موجب 9 وانا ماينس 9، موجب 9 ماينس 9 هنا، والباينس مشات بموجب، موجب 9 على 2 9 على 2. نجو تو حاجه اسمها كاري اوفر. كاري اوفر مش مبدري، نحن حكينا ان لو طبقنا مومنت عند الرولر هنا حيساوي نص المومنت عند الفيكسد، خلاص نفس القصة بالنسبة لهنا. عندك 9 على 2 هذه بالموجب هتمشي، نقوله عند الكاري اوفر هنا عند السي وعند النقطة 1 هتمشي، نقسمه على 2، 9 على 2 قسمة 2 هتقعد 9 على 4، وبنفس الإشارة هتكون بالموجب، نفس الإشارة الكاري اوفر. هذه 9 على 2 خذت النص، أوكي ما عندناش فيها مشكلة، باهي. عندنا 9 على 2 هذه هل حتمشي هيك؟ لا مش حتمشي هيك. ليش؟ لان احنا خلاص وزننا، ولما يكون عند الطرف مش حتمشي، خلاص حتمشي بزيرو، حتمشي بزيرو خلاص. لما وزدناها نحن بالماينس بالشكل هذا عند الثلاثة خلاص حتمشي بزيرو. بالنسبة للتسعة هتمشي ب9 على 2 وبنفس الإشارة قسمنا على 2 فقط، نفس الإشارة، وهذه بنفس الإشارة عند الكاري أوفر. بعدين عندنا من جديد بارنس وكاري اوفر، نفس القصة من جديد بالشكل هذا. لاحظ ان في الخطوة السابقة ان في الكاري اوفر اي مومنت 1 2 3 خذا كاري اوفر، هذا خذا كاري اوفر، وهذا خذا كاري اوفر بزيرو، وهذا خذا كاري اوفر. بعدين ننتقل من جديد لخطوة البالانس، عندنا مومنت هنا وعندنا مومنت هنا، اوكي. المومنت هنا اللي جايني عند هنا 9 على 2 نفس القصة، بيتوزع نص هنا ونص هنا عند البالانس، نقوله 9 على 2 قسمة 2 هتيجي 9 على 4، 9 على 4 هنا اشارتها بالماينس. في البالانس دائما بيك تركز هتكون عكس الإشارة، هتكون بالموجب بالشكل هذا، هتكون بالموجب. خلاص وزعنا نحن المومنت عند الطرفين، توا هذا حيمشي بزيرو وهذا طبعا حيمشي بزيرو بالشكل هذا. ليش؟ لان قاعد عند الثلاثة، لو في عندي فيكسد مش حيمشي بزيرو، لو الطرف هذا فيكسد مش حيمشي، مش حيمشي بزيرو. والتسعة على اربعة هذه حتمشي بتسعة على اربعة على اثنين، هنقوله 9 على 8. والكاري اوفر دائما في جميع مسائل المومنت ديستريبيوشن حيكون بنفس الاشارة. هيك انتهت المسألة عندي، نديروا الخط نتاعنا بالشكل هذا، ندير الخط متاعنا بالشكل هذا ونجمع المومنت. من وين نجمعها؟ نجمعها من عند الفيكسد اند مومنت، من عند الفيكسد اند مومنت. هنا نقوله 9 على 4 زي 9 على 8، 9 قسمة 4 زي 9 قسمة 8، وشرط موجب حتقعد عندك هذا المومنت، المجموعة حيكون 3.375. وهنا عندي 9 على 2 زي 9 على 4، 9 على 2 زي 9 قسمة 4 هيجد 6.75. وبالموجب هنا عندي ماينس 9 زي 9 قسمة 2 ناقص 9 قسمة 2 زي 9 قسمة 4 هيكون معايا ماينس 6.75. وهنا موجب 9 ماينس 9 هيكون بزيرو. هذا هو المومنت أو فاينل بندنج مومنت، النهائي اللي عندي، اللي قاعد هنقوله الرسمة بتاعي هيك بالشكل هذا، وهذا عندي المومنت. عندنا هنا رولر وهنا رولر سبورت. نجول أول مومنت هنا 3.375 وبالموجب، فرضيتي من بدري قلنا إن مع عقارب ساعة بالموجب، إذن حيكون المومنت بتاعي بالشكل هذا 3.375 بالشكل هذا، رد الفعل عند الفيكسد. هنا 6.75 جايني عند وين؟ عند المنبر 2 1، اذا وبالموجب اذا حيكون 6 بالشكل هذا 6.75. هنا جايني بالماينس، اذا حيكون بالماينس، فرضية معناها ضد عقارب الساعة، اذا حيكون 6.75 بالشكل هذا. وبالنسبة للمومنت عند 3 2 حيكون بزيرو. نجو نرسمه، هنا بزيرو، هنا بزيرو ما عنديش مومنت، وهنا مقدارها 3.75
175 بالشكل هذا. هنا جيني وين 6.75 وين حيكون فوق بالشكل هذا. هنا هل عندي حمل موزع؟ ما عنديش، اذا يمشي بخط مستقيم بالشكل هذا. باي عند هنا، هنا جيني حمل موزع، اذا حيكون بالشكل هذا. هنا عندي لوطة فوق ولوطة. نقدر ان احنا طبعا نحسب الرياكشن، ناخذ المومنت هنا نسموه المومنت يساوي 6.75 نقطة، هذه نطلع الرياكشن هذا، نطلع الرياكشن هذا. لكن انا اختصارا طلعت البندنج مومنت دايجرام عند المسألة، البندنج مومنت دايجرام. مسألة بسيطة سهلة ما فيهاش اي مشكلة، نقدر ان احنا نحلوها بخطوات ثابتة، خطوات معينة، خطوات ما فيهنش اي صعوبة. ننتقل بعدها للمسألة الاخرى، ننتقل بعدها للمسألة الاخرى. في حالة عندي مسألة بالشكل هذا، قال لي draw bending moment diagram using moment distribution method EI 10^4 كيلونيوتن في المتر due to settlement. Dropping moment diagram using moment distribution method EI 10^4 كيلونيوتن في المتر due to settlement. يعني قال لي أنا أرسم bending moment diagram due to الهبوط عند النقطة هذ، بنفس الخطوات اللي احنا مشيت بيه في المسألة السابقة نديرهم في المسألة هذه. نقول النقطة واحد، النقطة اثنين، والنقطة ثلاثة. النقطة واحد، النقطة اثنين، والنقطة ثلاثة. باهي نفس الخطوات، نقولوا ان المنبر واحد اثنين واثنين ثلاثة. بالنسبة للمنبر واحد اثنين، الاستفنس متاعها بما انها عند النقطة واحد عندها مقاومة المومنت، وعند النقطة اثنين عندها مقاومة المومنت، اذا ما يكونش المومنت عند النقطة اثنين يساوي صفر. اذا نقولوا كي اي على ال، او نقولوا ان اربعة اي اي على ال. وبالنسبة للنقطة المنبر اثنين ثلاثة، بما ان الثلاثة المومنت عندها يساوي صفر واثنين عندها مقاومة المومنت، اذا يكون 3 اي اي على ال. هذا الاستفنس نتاعك، هذا الاستفنس نتاعك. عندي حاجه اخرى اسمها ريليتيف استفنس، استفنس النسبي. 4 تمشي مع 4 و3 تمشي مع 3، ونضرب الطرفين في واحد اي اي حتكون 1 الى 1 بالشكل هذا. هذا الريليتيف استفنس. وبنفس الطريقه نقولوا ان عندنا جوينت، عندنا النقطة واحد أو الجوينت اثنين والجوينت ثلاثة. عندنا المنبر، عندنا المنبر واحد اثنين، أما الجوينت اثنين علقة فيها منبر اثنين واحد واثنين ثلاثة، والمنبر الجوينت ثلاثة علقة فيها المنبر ثلاثة اثنين. نجول الديستريبيوشن فاكتور، ديستريبيوشن فاكتور أو معامل التوزيع. دائما معامل توزيع يجيني عند النقطة اللي متصلة بتو ممبر، تو ممبر، ما يجيش عندي في نقطة قاعدة مثلا بروح متطرفة كيف الواحد أو الثلاثة. إذا هنا ما عنديش، هنا ما عنديش. عند النقطة اثنين كان عند اثنين واحد، ناخذ القيمة هذه واحد نقسموها على مجموع القيمتين هذين، هيكون نص هنا، هيكون نص هنا بالشكل هذا. نجوت أول حاجة اسمها fixed end moment، fixed end moment. هنا بما ان ما عنديش احمال وعندي هبوط، نزيد نذكر في طريقه السلوب ديفليكشن ميثود، سلوب ديفليكشن ميثود. وقلنا ان في المحاضره الثانيه طريقه السلوب ديفليكشن ميثود، ان لما يصير عندي هبوط بالشكل هذا يتولد عندي تو عزم، عزم عند النقطه هذه وعزم عند النقطه هذه، يكون في نفس الاتجاه. هنا لما يكون الهبوط مع عقارب الساعه، هنا حيكون الام فيكسد حيكون ضد عقارب الساعه، وهنا حيكون ضد عقارب الساعه. بما ان المومنت بتاعي او الفيكسد اند مومنت، وقلنا ان عنده قيمه
اثبتناها نحن في طريقه الاسلوب ريفليكشن، قلنا ان قيمته 6 اي اي في دلتا على ال تربيع. خذيناه طبعا في بدايه المحاضره حكينا عليه، ان قلنا في عندك 6 اي اي في دلتا على ال تربيع، عندنا نقوله هنا 6 اي اي على في دلتا على ال تربيع بشكل أفضل. لكن نحن قبل ما نبدا اي في حسبه هذه نقوله ان عندنا نفرض فريم تاعي، نقولوا ان مع عقارب ساعة بالموجب وضد عقارب ساعة هذا بالنسبة للمومنت حيكون بالماينس، حيكون بالماينس. نجو اول المنبر 1 2، المنبر تاعي اللي هو 1 2، المنبر 1 2 سير له هبوط مع عقارب الساعة بالشكل اف، اذا متولد معايا عزم ضد عقارب الساعة بالشكل اف، عند النقطة هذه وعند النقطة هذه ضد عقارب ساعة. ما تجيش من الوهلة الأولى أن تقول لا والله مع عقارب ساعة إذن حيكون بموجب كيف ما درنا فرضية، لا حيتولد معي عزم ضد عقارب ساعة. أما منبر 3 2 اللي سير فيه هبوط بالشكل هذا حيتولد معي عزم مع عقارب ساعة. ليش؟ لأن سير فيه هبوط ضد عقارب الساعة بالشكل هذا، ضد عقارب الساعة. باهي نجو نحسبوا القيمة متاع بالنسبة للمنبر 1 2، قال لك هنا القيمة متاع المومنت 1، مومنت 1 2 عند فيكسد يساوي 2 1 عند الفيكسد يساوي 6 اي اي في دلتا على ال. نقولوا ان 6 مضروبة في الاي اي، مضروبة في الاي اي دي 10 أس 4، مضروبة في الدلتا اللي هي 2 سنتي بوينت او 2 بالمتر على التربيع بالمتر، ونشوفوا كم قيمتها هنا. 6 في 10 أس 4 في بوينت او 2 قسمة 4 قسمة 4 معلش هذه 3 سنتي، هذه 3 سنتي. إذا نقولوا إن 6 في الإي آي 10 أس 4 بوينت أو 2 أو بوينت أو 3 قسمة 4 تربيع حيكون 112.5، 112.5 كيلو نيوتن في المتر. أما عند النقطة 2 3 يساوي عند النقطة 3 2 نفس القصة عند الفيكسد بالشكل هذا حيكون مقداره 6 اي اي في دلتا على ال تربيع، لكن ال حتغير معانا لان ال نتاعها 3 مش حتكون 4، حتكون 6 في 10 أس 4، 6 في 10 أس 4 في الدلتا اللي هي 0.03 قسمه ال تربيع هي 3 3 حتكون ب 200 كيلو نيوتن متر، 200 كيلو نيوتن متر بالشكل هذا. يعني عندنا عند الواحد 2 و2 1 تولد عزم ضد عقارب الساعة بالشكل هذا مقداره 112.5، أما عند 2 3 و3 2 تولد عندي عزم مع عقارب الساعة بالشكل هذا، لأن الروتيشن أو الدوران سير ضد عقارب الساعة، يعني عكس بعضن وعكس الفرضية. هنجو هنا طبعا ندرج المومنت بالنسبة لواحد 2 و2 1 كان قيمته 112.5، وبالنسبة للاثنين 3 و3 2 كان قيمته 200. نجو تول الإشارات، هنا عند المنبر 1 2 كانت ضد عقارب الساعة، إذا الفرضية متاعي حتكون بالماينس. وبالنسبة للمنبر 2 3 3 2 كان مع عقارب الساعة، إذا هيكون بالموجب. تو نحن نبدأ في الحسبة متاعي متاعت البالانس والكاري أوفر، البالانس والكاري أوفر. بما أن تو في المسألة السابقة، في المسألة السابقة لما نحن جينا بدينا بكل بالكامل كانت عندي قيمة مومنت سويناها نحن هنا بعكس الإشارة وحطينا ماينس 9، أما القيمة الأخرى اللي جاية في المنبر 2 3 2 3 كانت جوينت بروحها 2،
وزعناها بمقدار النص بناء على الديستريبيوشن فاكتور بتاعي بنفس الخطوات. بما ان هنا جيتني 200 هنا والمومنت عند الثلاثة يساوي صفر، اهم شيء ما يكونش فيكسد، يكون يا هني السبورت يا رولر سبورت. هنا 200 حتكون هنا بماينس 200 وخلاص الجوينت هذه اوكي. نجو توا للجوينت 2، الجوينت 2 عندها ديستريبيوشن فاكتور مقدارها نص نص، وهنا عندي قيمتين للمومنت. بالنسبة للمسألة السابقة كان عندي مومنت هنا وهنا بزيرو فضربنا على طول، لكن هنا عندك مومنت وهنا مومنت، تجمع هذا مع هذا وتضربه في النص يطلع لك المومنت هنا، وتضربه في النص هنا يطلع لك المومنت هنا. نقوله 200 ناقص 112 ونص يطلع لك 87 ونص، نضربوه في النص هيطلع معي 43.75، وبنفس الكيفية 200 ناقص 112 ونص في النص هيطلع معنا 43.75. جو توا الإشارات، دائما إشارة النيف البالانس ضروري نعكس الإشارة. بما أن نحن خذينا 200 ناقص 112 ونص طلعت معنا بالموجب، هذا العزم اللي أنا اللي وزعت به وضربته في النص هنا وضربته في النص هنا بعكس إشارة العزم هتكون بالماينس هنا وبالماينس هنا بالشكل هذا. باهي واحد منكم يسألني يقول لي يا استاذ ليش ال 112 هذه ما وزعناها بالانس وخليناها بعكس الاشاره؟ نقول لك لا، نقول لك انا عندي فيكسد، لما يكون رولر ولا هنج عند الطرف اوكي توزع هنا معاه بعكس الاشاره ونفس القيمه وتنتهي من الموضوع، لكن هنا لا، هنا عندك فيكسد، عندك مقاومه للمومنت، اذا لا يتوزع معايا هنا. اوكي يعني عندنا ال 200 هذه توزعت بالماينس، وعندنا 200 وجمعنا القيمة هذه عند الجوينت الوحدة هذه عند النقطة الجوينت 2 لأن عالقة في المنبر 2 3 2 1، قضينا 200 ناقص 112 ونص وضربناه في النص طلعتنا 43، وضربناه في النص طلعتنا 43 وعكسنا الإشارة بتاعت 87. تمام، نجول الكاري أوفر تو، نجول الكاري أوفر التوزيع متاعي، التوزيع متاعي دائما أي قيمة هنا في التوزيع هتكون توزع بواحد، هتوزع بواحد. طبعا اول حاجة هنجو للثلاثة واربعين فاصل خمسة سبعين، هذا طبعا هيتوزع بنص بعكس نفس الاشارة متاعه، ماينس 43.75 في نص على طول هيطلع معايا ماينس 21.875. باهي هيتوزع بنفس الاشارة لكن بالنص فقط، ديما دائما الكاري اوفر نفس الاشارة وينضرب وين؟ ينضرب في النص. نجو تول الثلاثة واربعين الثاني هذه حتوزع بزيرو، ليش؟ لأن عندي رولر، حتوزع بزيرو لأن عندي رولر. نجو تول الميتين هذه حتخش معنا هكي بنفس المنبر أو تنتقل معاك، الميتين هذه حتمشي بمية ونقسموه على اثنين، وهنا عندي إشارة ماينس حتنزل إشارة الماينس نفسها. أوكي نجو تول البالانس والكاري أوفر من جديد، نجو توا البالانس كاري اوفر. طبعا عندنا هذا اوكي، عندنا 100 نفس القصة هتوزع بالنص على النص، نقول هنا 50 وهنا 50 في البالانس، نعكس الاشارة اذا هتكون اشارة موجبة بالشكل هذا. وزعنا نحن 50 هنا و50 هنا، خلاص ال 50 متاعي طبعا هنا هتمشي بزيرو، وال50 هذه هتمشي بنص اللي هي ب25 وبنفس الإشارة متاحة لأن عندي الكاري أوفر. ونجي ندير الصدر متاعي اللي أنا كملت فيه الكلام هذا كله، ونجي عند بالضبط عند الفيكسد إند مومنت وندير خط متاعي بشكل، ونجي نجمع العزوم متاعي. هنا عندي ماينس 112 هنا نقوله مومنت، هنا نقوله مومنت ام، هنا عندي ماينس 112 ونص ناقص 21.875 زائد 25 كم طلعت معنا؟ طلعت معنا ماينس 109.37. نجول العمود الثاني، ماينس 112 ونص ناقص 43.75 زائد 50 طلعت معنا ماينس 106.25. نجول الثالثة، 200 ناقص 43.75 ناقص 100 زائد 50 حتطلع معنا 106.25 وبالموجب.
هذه 200 ناقص 200 حتطلع معنا بزيرو على طول. نجو نرسمو البني بوم الدايجرام تاعي، نجو نرسمو البني بوم الدايجرام. هنا عندي طبعا فيكسد، وهنا عندي رولر، وهنا عندي رولر، وهذا البني بوم الدايجرام. هنا جاني عند النقطة هذه مقدارها ماينس 106، وعلى حسب فرضية انه ضد عقارب الساعة لما يكون بالسالب، إذا بالماينس، إذا ضد عقارب الساعة بالشكل هذا مقداره 109.37. هنا بالماينس إذا ضد عقارب الساعة بالشكل هذا. هنا بموجب إذا مع عقارب الساعة بالشكل هذا، وقيمته 106.25، وهنا بزيرو. نجو نرسمه بالبني بوم ديجرام، هنا بزيرو، وهنا مقداره 106.25، إذا حينزل النقطة هذه 106.25 كيلو نيوتن في المتر، وهنا مقداره 109.37، هيرجع عندي فوق، ما عنديش حمل موزع، اذا هيكون خط مستقيم بالشمال. تنشف البوتوم، تنشف التوب. لاحظ ملاحظه مهم، ملاحظتين مهمه جدا، ان الستر من 3 ملم سببت لي في عزوم اضافيه، سببت لي في عزم قيمته 106.25 ملم، قيمه كبيره ماهيش صغيره، قيمة كبيرة جدا. كذلك 109 حتى هي قيمة ماهيش صغيرة، يعني الستر منت يسبب لي في عزوم، الستر منت حتى لو كان 3 سنتيك يسبب لي في عزم ضخم جدا. كذلك في نقطة مهمة، ان عند الجوينت 2 كان العزوم متساوية في المقدار وعكس بعضهم ضد وعكس بعضهم في الإشارة، هذا الدلالة على ان حلك صح بنفس الكيفية في المسألة السابقة. طلع معنا عند النقطة هذه 6.75 مع، وأنا 6.75 ضد، واحدة بالموجب واحدة بالإشارة سالبة. إذا هذه تبيان الحل، أو لأن الحل متاعك حل صحيح، أن الحل متاعك حل صحيح. هنا ناخذ إكزامبل جديد، المسألة المعتادة اللي حليناها بأكثر من طريقة، 6 كيلو نيوتن 4 كيلو نيوتن. Using moment distribution, draw bending moment diagram. بنفس الخطوات اللي اتبعناها في المسألة السابقة، بنفس الخطوات. أول حاجة نسمي المنبر أو نسمي الجوينت، 1 2 3 4. سمينا الجوينت بتاعي. الخطوة الثانية نحط المنبر بالشكل هذا، نقوله عندنا منبر 1 2 و 2 3 و 3 4 بالشكل هذا. الاستفنس لكل منبر، كيف انا اطلع الاستفنس لكل منبر؟ بما نجو المنبر 1 2، بما ان المنبر 1 هنا عند النقطة 1 عند جوينت 1 المومنت عندها بزيرو، وعند النقطة 2 عندها مقاومة للمومنت وعندها قيمة المومنت، فحيكون زي ما قلنا ان لما يكون المومنت بصفر والنقطة 2 والنقطة الأخرى عندها مقاومة للمومنت، حيكون الاستفنس متاعي 3 EI على L. نقوله ان استفنس هنا 3 EI على L، ولما يكون المنبر 2 3 عنده مقاومة المومنت بالجهتين هيكون 4 EI على L. وبالنسبة للنقطة 3 4 اللي هي حتكون، أو المنبر 3 4 نفس القصة حتكون 3 EI على L. ليش 3 EI على L؟ لأن عنده مومنت بزيرو عند النقطة 4، وعند النقطة 3 أو جوينت 3 عنده مقاومة للمومنت. حطينا إحنا الاستفنس كي تمام، نجو توا للديستريبيوشن فاكتور. ديستريبيوشن فاكتور نبي نضرب بالكامل هذين كلهم في نفس القيمة، باش تلتغى عندي الأربعة حنضربوه في أربعة، حيكون عندي 3 4 3. هذا بالنسبة متاع ديستريبيوشن فاكتور. نجو توا نفرض فرضية عندي، نقول إن مع عقارب الساعة بالموجب وضد عقارب الساعة بالماينس بالشكل هذا. فرضنا الفرضية متاعي، نطلعوا حاجة اسمها فيكسد اند مومنت، فيكسد اند مومنت بسبب الأحمال الموزعة 6 و4. نقولوا ان عند النقطة 1، عند النقطة 1 في عندك W التربيع على 12، W التربيع على 12 قيمته 6 في
التربيع بصمة 12، هيكون عندي بثمانية. وبالنسبة للدبليو التربيع على نقوله هنا دبليو التربيع الأخرى عند الحمل الموزع 4، 4 في 4 تربيع قسمة 12 هيطلع معايا 5.33. يعني عندك مومنت هنا ضد عقارب الساعة بسبب الحمل الموزع، هنا معه، هنا ضد، وهنا معه بالشكل ده. يندرج في الجدول كيف ما درنا المحاضرة اللي فاتت أو المحاضرة هذه، قلنا أن عندنا الحمل الموزع قيمته 12، أثر عندي عند النقطة هنا بحمل بمومنت مقداره ضد عقارب الساعة مقداره 9، وكانت الفرضية متاعي ضد عقارب الساعة بالماينس، حطينا ماينس 9 عند 2.3، وأثر عندي بعزم مع عقارب الساعة عند جوين 3، وكانت الفرضية عندي موجب، إذا حطينا موجب 9 هنا بالشكل هذا. نفس القصة نحن حنديروها، لكن قبل ما نديروها نبي نحط البيانات بتاعت الجدول بتاعي. أول حاجة عندنا الجوينت، نقوله هنا الجوينت، عندنا جوينت 1، جوينت 2، جوينت 3، جوينت 4. بعدين عندنا الممبر، عندنا الممبر 1 2، عند جوينت 2 عندك 2 ممبر على اليد فيها، 2 1 أو 2 1 و 2 3، 2 1 اثنين ثلاثة بالشكل هذا. بعدين عندنا ثلاثة، جوين ثلاثة علقت فيها تو ممبر، ثلاثة اثنين وثلاثة أربعة، نقول هنا ثلاثة اثنين وهنا ثلاثة أربعة. عند الممبر أربعة عالق فيها الأربعة ثلاثة فقط بالشكل هذا. بعد الممبر الحاجة الثالثة اللي بنحط الديستريبيوشن فاكتور، نجول الديستريبيوشن فاكتور بين الممبر 1 2 و 2 3، يعني دائما عند لما يكون جوينت عنده متصله بنقطتين عندها ديستريبيوشن فاكتور، عند 2 1 و 2 3، اما جوينت 1 ما عندهاش ديستريبيوشن فاكتور. نجو عند النقطه 2 عندها ديستريبيوشن فاكتور مع 2 1 و 2 3، كيف حيكون؟ طبعا بين ال 1 و 2 و 2 3 عندك 3 الى 4، ناخذ هنا الثلاثه مقسومه على 3 زائد 4، 3 على 7 بالشكل هذا، 3 على 7 بعدين عندنا الاثنين ثلاثة، هي بين الواحد اثنين وبين الواحد اثنين واثنين ثلاثة حيكون ثلاثة إلى أربعة، إذا حتكون أربعة إلى مجموع حظين، ثلاثة على سبعة حتكون بالشكل هذا. عند المنبر ثلاثة اثنين حتكون أربعة على سبعة، لأن بين شنو؟ بين اثنين ثلاثة، ثلاثة أربعة، أربعة مقسومة على القيمتين هذين، وهنا ثلاثة على سبعة بالشكل هذا. أما الجوينت أربعة أو الواحد ما عندهاش لأنه مش متصلة باثنين منبر. دائما الجوينت المتصلة عندها ديستريبيوشن فاكتور، يعني جوينت اثنين متصلة باثنين واحد واثنين ثلاثة، وجوينت ثلاثة متصلة بالثلاثة اثنين وثلاثة أربعة، هذه عندها ديستريبيوشن فاكتور، عندها ديستريبيوشن فاكتور. فهنا حطينا ديستريبيوشن فاكتور، ونجول آخر حاجة اللي هي الفيكسد إند مومنت، فيكسد إند مومنت. مش قلنا بدري ان الستة تأثر لي بثمانية ضد عقارب الساعة عند الواحد، وعند اثنين حتكون مع عقارب الساعة، اذا عندنا هنا ثمانية وثمانية الاشارات عند الواحد ضد عقارب الساعة، والفرضية عندي بالماينس، اذا ماينس بالشكل هذا، اذا ماينس. وعند الاثنين واحد مأثرت لي ببلس عند لانها مع عقارب الساعة، اذا حتكون موجب بالشكل هذا، اذا حتكون موجب بالشكل. وعندنا هنا 2 3 3 4 ما عنديش اي قيمه، عند 3 4 عندها قيمه حسبناها من بدري 5.33 و5.33. بالنسبه للاشارات عند الثلاثه كانت ضد والفرضيه عندي بالماينس، وكانت عند الاربعه مع، اذا حتكون بالبلس. خلاص نحن توا نبدأ في عملية البالانس والكاري اوفر، البالانس والكاري اوفر. عملية البالانس وكيف ما درنا في في المسائل السابقة، بالنسبة للمسألة هذه لما جينا عند الثلاثة كانت موجب 9، درنا لها بالانس بماينس 9، ليش؟ لأن المومنت كان عند الثلاثة يساوي صفر، لأنها رولر، رولر ومش حيكون عندها مقاومة. لكن بالنسبة للفيكسد، بالنسبة للفيكسد ما عندهاش، يعني زي ما تقولوا حدي لها بالانس حتستمر في الخطوات. لكن هنا توا
اول خطوتين، بما ان واحد واربعه عند المومنت يساوي صفر، هنقوله عمليه البالانس حتكون ماينس عكس الاشاره بتاع القيمه هذه، ونفس القصه بلس 8 عكس القيمه هذه. درنا بالانس القيمه هذه والقيمه هذه، خلاص الجد الكل العمود بتاعي حيكون خلاص ما عادش عنده قيمه عند الاربعه، وعند عند الاربعه ثلاثه، وعند الواحد اثنين ما عادش يكون عنده قيمه. ليش؟ لانه وزناه هنا ودرنا له بعكس اشارته، مومنت بعكس اشارته حيكون عنده مجموعه يساوي صفر. وطريقه راي مومنت ديستريبيوشن، نزيد نذكر انها طريقه تعتمد على الاتزان والتوازن والتوزيع. والتوزيع دائما يتوزع المومنت في الكاري اوفر، كيف ما حكينا، كيف ما طلعنا الفاكتور هذا نص، لو طبقنا مومنت هنا حيكون مقاومته نص عند الطرف الاخر. هذه الخطوه هذه حنديروها بعدها في الكاري اوفر، لكن قبل ما نديرها في الكاري اوفر عندي خطوه اخرى نديروا بالانس لل 5.33 وال 8. بالنسبه لموجب 8 اذا حتكون ماينس 8 هنا وماينس 8 هنا. ليش حتوزع هنا؟ ليش وزعناها هنا ووزعناها هنا؟ ما تقوليش كيف ما وزعنا الاطراف هنا. هنا عندي ديستريبيوشن فاكتور، عندي توزيع، عندي جوينت 2 حيتوزع بمقدار 3 على 7 ومقدار 4 على 7 عند هنا وهنا. 8 8 8 في 3 قسمه 7 حيكون 3.42 بعكس إشارة 8 3.42. وعندنا بالنسبة عند الأربعة حيكون 8 في 4 قسمة 7 حيكون 4.57 بعكس الإشارة. بالنسبة للماينس 5.33 حيتوزع بمومنت ببلس ببلس بالشكل الأفضل، 5.33 في 4 قسمة 7 حيكون 3.045. وهنا 5.33 في 3 قسمة 7 حيكون 2.28. يعني هنا نزيد نعاود ونذكر من جديد ان البلس هنا حيتعادل في البالانس بالماينس، والماينس هنا حتعادل بالبلس. الثمانية هنا بما انها جاية عند 2.1 حتوزع على حسب ديستريبيوشن فاكتور 3 على 7 و 4 على 7، ونفس القصة ماينس 5.33 حتوزع 3 على 7 و 4 على 7. تو نجي نديرو كاري اوفر. الكاري اوفر دائما ثابت ونفس اللي يعني يمشي بخطوات واحدة، حيكون بالماينس. عندك الثمانية، عندك الثمانية هذه حتمشي بالكاري اوفر، نقسموه على اثنين حتكون باربعة بنفس الاشارة حتكون بالبلس. اما الخمسة فاصلة 33 حتى هي تمشي بنفس بالاشارة الماينس، 5.33 في نص هتكون ب 2.66 بالشكل هذا. اما بالنسبه لهذه 2.28 هنا حتمشي بالزيرو، لان خلاص نحن درنا لها بالانس عند الرولر، وهنا حتمشي بزيرو لان درنا لها نفس القصه حتى هي بالانس عند الطرف اللي هو الهنج واحد بالشكل هذا. تو نجو القيمه هذه والقيمه هذه. القيمه هذه حتمشي هيك بنص، والقيمة هذه حتمشي بنص. عندنا 4.57 في نص حتكون بنفس اشارتها مقدارها 2.28، وعندنا 3.045 في نص حتقعد عندنا ب 1.52 بالشكل هذا وبنفس الإشارة. نفس الإشارة هنا حتكون بالموجب موجب بالشكل هذا، وهذه ماينس ماينس. نزيد نذكر من جديد الكلام اللي حكينا عليه في بداية المحاضرة. عندنا نحن لو طبقنا مومنت عند الرولر، المومنت حيكون عند الفيكسد مقدارها نص، وهذا الكلام اللي حيدرناه وطبقناه وين؟ طبقناه في الكاري اوفر. نجو نديرو من جديد بالانس وكاري اوفر من جديد.
نجو نديرو بالاس وكاري اوفر. بالنسبة للمنبر 3-2 3-4 هنا عندنا عزمين بالشكل ده، هيتوزعن بمقدار الديستريبيوشن فاكتور كيف ما درنا نحن في المسألة السابقة. هنا كان عندي قيمتين 200 وماينس 112، كان عندي الجوينت اثنين ضروري تجمعهم مع بعضهم وتوزعهم على حسب الديستريبيوشن فاكتور نص نص. نحن لما جمعناهم مع بعضهم 200 زائد ناقص 112 طلعت لي قيمة، ضربناها في نص طلعت لي ماينس 43، وبعدين ضربناها في نص طلعت لي ماينس 43 بشكل آخر. فنفس القصة عندنا هنا عند الجوينت اثنين عندنا عزمين، هتجمعهم مع بعضهم وتضربهم وين؟ تضربهم في الديستريبيوشن فاكتور. يعني لو جمعنا الأربعة زائد 1.52 طلعت لي 5.52، نضربوها وين؟ نضربوها في 3/7، هيطلع معنا 2.36، 2.36، ونحط القيمة هنا عند البالانس 2.36 بالشكل ده، وبعكس الإشارة دائما، بعكس الإشارة، لأن نحن نديره في اتزان، عملية اتزان. ونقول نفس القصة 4 زائد 1.52 نضربوها في 4.7، هيطلع معنا 3.15، وبالماينس بعكس الإشارة، بالماينس وبعكس الإشارة. نفس القصة عندنا الماينس 2.66 والماينس 2.28، كان عندي الجوين ثلاثة فحتوزع على حسب ديستريبيوشن فاكتور. هنجو عندنا هنا ماينس 2.28 ناقص 2.66، هذين جمعناهم مع بعضهم نضربون وين؟ في 4/7، هيطلع معنا ماينس 2.82، لكن حتكون بعكس الإشارة اللي هي إشارة الموجب، لأن نحن نديره في بالانس بالشكل ده، هيكون 2.82 بنفس الكيفية 2.66 ماينس 2.66 ناقص 2.28، نضربوه في 3/7، هيطلع معنا الرقم هذا بنعكس إشارته، هيطلع معنا بموجب 2.11 بالشكل ده. يعني نحن جمعنا هذا زائد هذا وضربناه في الديستريبيوشن فاكتور طلع لي تو مومنت بالشكل هذا. تو نجيو ندرو له برنامج الكاري اوفر. طبعا الكاري اوفر هنا بالنسبه للعزم هذا حيمشي بزيرو وهذا حيمشي بزيرو، ليش؟ لان عند الاطراف كان العزم زيرو ونحن درنا الاتزان في البدايه، خلاص عندي فاضل عندي العزم هذا والعزم هذا، هذا حيمشي بنص سكي وهذا حيمشي بنص. عندي 2.82 حيمشي بنص مقداره 1.41 بنفس الإشارة دائما الكاري أوفر وينضرب في النص، وعندنا الماينس 3.15 في نص، هتطلع معنا بنفس الإشارة هتطلع معنا ماينس 1.57، 1.57. نجو نديرو من جديد برنامج البالانس والكاري أوفر، نجو نديرو من جديد برنامج البالانس والكاري أوفر، بالانس كاري أوفر. عندي توا القيمة هنا وحدة بس في الكاري اوفر، هنا عندي عزمين خلاص على طول، بما ان عندي العزم هذا قاعد عند الجوينت اثنين عند المنبر اثنين ثلاثة، فحيكون حيتوزع بالديستريبيوشن فاكتور على طول، نقوله 1.41 في 3/7، هيطلع معي القيمة 0.604. بنفس القصة 1.41 في 4/7، هيطلع معنا 0.805. لا تنسى ان في البالانس تعكس الاشارة بتاعت العزم اللي جايني، هندرناه بالماينس. نفس القصة 1.57 هنضربوه في 4/7، هيطلع معنا ماينس 0.89. نفس القصة 1.57 في 3/7، هيطلع معنا 0.67. كانت اشارة المومنت هنا بماينس، معناها هنا حيكون ببلس هنا اثنين بالشكل ده. دائما في البالانس تعكس الإشارة، في الكاري أوفر تنزل الإشارة وتضرب في ماينس فقط. نجو نديرو كاري أوفر، هذا حيمشي بزيرو وهذا حيمشي بزيرو، صح ولا لا؟
نحن بس يعني نزيحوها شوية بس كيف ما تترخبطش عندنا الرسمة. هنديرو نزح التواجد بس البوينت 67 هتيجي هنا بالشغلات على نفس الامتداد متاع القائمة هذا. هيمشي هيك بزيرو بالشكل هذا. عندنا 1.89 هذي كده او الموجب 89 بالشكل هذا. يعني عندنا قيمتين، وحده مشات بالزيرو وحده مشات بالزيرو، وهنا عندنا البوينت 89 حيمشي بالنص، والماينس بوينت 85 حتمشي بالنص بنفس الاشاره عند الكاري اوفر. بوينت 89 في نص هيطلع معانا بنفس الإشارة بوينت 44، والماينس بوينت 805 في نص هيطلع معانا ماينس بوينت 4، ماينس بوينت 4، وهذه بلس نفس الإشارة. نجي نديرو بالانس وكاري أوفر من جديد، بالانس وكاري أوفر للبوينت 44. بوينت 44 في 3 قسمة 7 هيطلع معانا بوينت 8 18 بالشكل هذا، وبوينت 44 في 4 قسمة 7 هيطلع معنا بوينت 25. نزيد نذكر من جديد ان في البالانس تعكس الإشارة، في البالانس تعكس إشارة العزم اللي عندك وزعته، وبعدين عندك ماينس بوينت 4 في 4 قسمة 7 هيطلع معنا ماينس بوينت 22، وهنا هيطلع معايا ماينس بوينت 17 بالشكل هذا. ولا تنسى، لا تنسى ان في البالانس تعكس الإشارة، تعكس إشارة العزم، ماذا حيطلع معايا بلس. نجي نديرو كاري، الكاري اوفر توا هذا حيمشي بزيرو وهذا حيمشي بزيرو، خلاص انتهى الموضوع. توا نقسمو الكم البوينت 22 حتمشي هنا، حتقعد لو قسمناه على 2 حتقعد بوينت 11 بنفس الإشارة، إشارة موجبة، والبوينت 25 هيطلع معنا بوينت 12 بالشكل هذا بنفس إشارة العزم، هتطلع ماينس بالشكل هذا. نجيو نديرو بالانس والكاري اوفر من جديد، البالانس والكاري اوفر من جديد. البوينت 11 هذه حتقسمها، حتقسمها على حسب ديستريبيوشن فاكتور في 3 قسمة 7، هيطلع معي هنا القيمة بوينت 047، وهنا حيطلع معايا بوينت 062. ولا تنسى انها تعكس الإشارة في البالانس، والماينس بوينت 12 في 4 قسمة 7 حيطلع معنا بوينت 068 5 بالشكل هذا، والبوينت 12 في 3 قسمة 7 حيطلع معنا بوينت 051 بالشكل هذا. لا تنسى عكس الإشارة العزم، ماذا حتكون هذه بالموجب وهذه بالموجب، هذه بالموجب وهذه بالموجب. جو نديرو لها كاري اوفر، نديرو لها كاري اوفر، هذه حتمشي بالزيرو نفس القصة، هذه بالزيرو، هذا حيمشي هيكي وهذا حيمشي هيكي. عندنا البوينت او 62 في نص هيطلع معنا بوينت او 31 بالشكل هذا، وبنفس الإشارة بالماينس، وهذا حيطلع بالموجب نفس الإشارة، نضربه في نص بوينت 685 في نص هيطلع معنا بوينت او 34 بالشكل. نجي نديرو البالانس والكاري اوفر، بالانس والكاري اوفر من جديد. بوينت او 34 في 3 على 7 هيطلع معنا بوينت او 45، والبوينت او 34 في 4 قسمة 7 هيطلع معنا بوينت او 19 بالماينس، بالماينس بعكس الإشارة، وهنا حيطلع معايا بالبلس، بالبلس عكس الإشارة هذه، بوينت او 31 في 4 قسمة 7 هيطلع معنا بوينت او 17، وهذه حيطلع معنا بوينت او 13
نجي نديرو الكاري اوفر، هذه حتمشي بزيرو وهذه حتمشي بزيرو وهذه حتمشي بنص وهذه حتمشي بنص، ماينس بوينت او 19 في نص حيطلع معنا بوينت او 95، والبوينت او 17 في نص حيطلع معنا بوينت او 85. طبعا كل ما زادت البالانس والكاري اوفر كل ما زادت الدقة، كل ما زادت الدقة متاعي، دقة الحل متاعي. فانا اوكي وصلت لصفرين، نقدر نقول اني حلي تقدر نقول 99% دقيق. نجو نجمع المومنت، نجو عند الفيكسد اند مومنت ونديرو خط بالشكل هذا، نجو عند لوطة بالشكل هذا ونقولوا هنا المومنت بالشكل هذا، هنا المومنت. نجو نجمع المومنت بتاعي، طبعا هنا ماينس 8 زائد 8 زائد اصفار حيطلع بزيرو. المومنت عند 1 2، نجو عند 4 3 بالشكل هذا، ما بلس 5.33 ناقص 5.33 هذا يطلع بزيرو نفس القصة. نجو نجمعو توا المومنت عند 2 1، هنا عندي بلس 8 ناقص 3.42 زائد 4 ناقص 2.36 ماينس 0.604 ماينس 0.088 ماينس 0.047 ماينس 0.00 طلع معنا 5.36 وبالموجب بالشكل هذا، 5.36 وبالموجب. نجو نجمع القائمة الأخرى عند 2 3، أول حاجة ماينس 4.57 زائد 1.52 ماينس 3.15 زائد 1.41 ماينس 0.805 بلس 0.44 ماينس 0.25 زائد 0.11 ماينس 0.062 بلس 0.034 ماينس 0.019 بلس 0.085 حيطلع معنا ماينس 5.25 بالشكل هذا. نجو للقائمة الأخرى، نجو نعدو المومنت بتاعي، هنا بلس 3.045 ماينس 2.28 زائد 2.82 ماينس 1.57 زائد 0.089 ماينس 0.4 زائد 0.22 ماينس 0.12 زائد 0.685 ماينس 0.031 زائد 0.017 ماينس 0.095 حيطلع معنا 0.45 ماينس 2.28 زائد 2.82 ماينس 1.57 اوكي عندنا 89، هذه حنلغي الصفر غلطين فيها شوية، هيطلع معنا 2.65 وبالبلس بالشكل هذا. نجو للكولوم الاخر، هنا عندنا ماينس 5.33 زائد 2.28 ماينس 2.66 زائد 2.11 زائد 2.67 زائد 0.017 زائد 0.051 زائد 0.013 هيطلع معنا الرقم الاول ماينس 5.33 زائد 2.28 ماينس 2.66 زائد 2.11 ماينس 5.33 زائد 2.28 ماينس 2.66 زائد 2.11 زائد البوينت هيطلع معنا ماينس 2.69 بالشكل هذا. اذا البندنج مومنت دياجرام تاعي القيمة هذه والقيمة هذه تقريبا متقاربة جدا. لو درنا مثلا خطوة بالانس وكاري اوفر اخرى حيكون مثلا حيتقارب واجد، يعني 2.65 2.69 اوكي يعتبرون واحد، ونفس القصة هذه 5.25 5.36 يعني يعتبرون قيم متقاربة جدا، فما لهدش اي تأثير. نفس الحل اللي نحن حليناه المسألة هذه حليناه في طريقة السلوب ديفليكشن، سلوب ديفليكشن، وكان قيم المومنت عندي 5.33 و 2.66 قيم متقاربة جدا، قيم متقاربة جدا. ف
فعندي هنا البلس حيكون مع عقارب الساعة، هذا حيكون مع عقارب الساعة، هذا ضد على حسب الفرضية اللي عندي مع ضد قيمتين نظيم متساويات، إذا حلي صحيح والقيمة هذه بزيرو والقيمة هذه بزيرو. يعني نزيد المسألة، يعني نحاول إني نراجعها من جديد. حطينا فرضية في البداية إن مع هتكون بالموجب وضد بالماينس، حطينا المنبر متاعي، حطينا ستيفنس، قلنا ان الستيفنس لما يكون واحد من الاطراف عند المنبر يكون المومنت بتاعه بزيرو، ناخذ فيه في 3 اي اي على ال. نفس القصه درناها في 1 2 3 4، لكن لما يكون عنده مقاومه المومنت، كيف المنبر 2 3 عنده مقاومه المومنت، هنا مومنت مش بزيرو، وهنا نفس القصه عنده مقاومه المومنت، فحيكون 4 اي اي على ال. حطينا ديستريبيوشن فاكتور بتاعي 3 على 7 4 7 4 7، بعدين حطينا الفيكسد اند مومنت، وزننا اول مومتين عندك في ال تو مومنت وزنان عند الاطراف بشي قد بزيرو، وبعدين وزعنا على حسب ديستريبيوشن فاكتور، والكاري اوفر دائما بنصه بنفس الاشاره، البالانس دائما بعكس الاشاره، وحلينا الحل بروسيجر معين بخطوات معينه، وصلنا الى الحل الصحيح، وصلنا الى الحل الصحيح. نبدأ هنا مسألة جديدة، فريم معتاد حليناه بطريقة سلوب ديفليكشن فيرتشوال وورك. هنا تو حنحلوه بطريقة المومنت ديستريبيوشن، عندي 20 6 كنيوتن 2 اي 2 اي اي. نحن حكينا على خطوات معينة في حل في طريقة المومنت ديستريبيوشن، وقلنا ان اول خطوة عندنا الرقم المنبر 1 2 ثلاثة أربعة أو الرقم الجوينت، حددنا عندنا أربع منابر، لكن قبل ما نحن نحدد المنبر نبغى نشوفه تأثير السوي. تو نحن بالنسبة للمسألة هذه لما جينا حليناها المسألة الأولى ما كانش فيها أي سوي أو كان فيها انحرافات، وبالتالي حطينا تأثير ال 12 اللي هي ماينس 9 بلس 9، وحلينا بنفس الطريقة اللي سوا بالانس وكاري اوفر، بالانس وكاري اوفر، وجمعنا وطلعنا. بالنسبه للمساله هذه صار فيها انحرافات او انحراف، انحراف هذا حطينا تاثير المومنت نتاعها. دائما لما يصير فيه انحراف يصير فيه مومنت مقداره 6 اي اي في دلتا على التربيع، على التربيع. اما المساله هذه اللي يوجد بها انحرافات فحطينا تاثير الاربعه وتاثير السته، وحلينا عادي جدا، حلينا عادي جدا. اما المسألة هذه طبعا عارفين ان لما العشرين هذه تؤثر بانحراف مقدارها دلتا بالشكل هذا، وبالتالي يحدث عزوم اضافية، الدلتا هنا مالت مع عقارب الساعة، اذا حيتولد عندي مومنت ضد عقارب الساعة، عندنا مومنت هنا مومنت هنا مومنت هنا ومومنت هنا، عندنا هنا 6 كيلو نيوتن لكل متر، وهنا عندي العشرين كيلو نيوتن بالشكل هذا. انا نبي نحاول اني طبعا ما نحطش تاثير السته في الجدول متاعي، وتاثير العزم الاخر اللي هو بسبب الديفليكشن او بسبب الانحراف، فهي حتى لخبط عندي المساله، لكن نحن ندير لها موضوع تحايل معين ونقول نقسموه مسالتين. المساله الاولى، المساله الاولى، المسألة الأولى حنحطوا فيها الأحمال، طبعا هنا عندي فيكسد وهنا عندي هنج سبورت، حنحطوا فيها الأحمال، هنا 6 كيلو نيوتن لكل متر، وهنا عندي 20 كيلو نيوتن، صح ولا لا؟ هنا العشرين هذه سببت لي في انحراف. أنا نفرض أن في عندي قوة بي معينة بالشكل هذا، بي عندي قوة بي معينة مسلطة بالشكل هذا، تخلي قيمة الدلتا يساوي صفر، تخلي قيمة الدلتا يساوي صفر، ونجمعها زايد مسألة أخرى بالشكل هذا، نفرض أن فريم عندي بالشكل هذا هكي، نفس القصة نفس الفريم الأول، ونفرض أن في عندي بي بنفس عكس الاتجاه بالشكل هذا، تسبب لي في ديفليكشن معين دلتا بالشكل هذا، بحيث ان لما نجمع الفريمين مع بعض ونطلعوا له المومنت دايجرام تاعها حيطلع نفس المومنت. عندي البي هذه جايه باليسار، حطيت الديفليكشن صفر، مانيش عارف قيمتها،
لكن هي البي اللي تعطيني ديفليكشن يساوي صفر، وعندي بي قيمتها بالشكل هذا اتجاهها على اليمين، بحيث انه لو جمعنا الشكلين بي على اليسار وبي على اليمين حيطلع بزيرو، حيطلع بزيرو الديفليكشن. نجو توا للمسألة الأولى ونسموها نن سوي. نن سوي يعني لا يوجد انحراف، والمسألة الثانية نسموها السوي. نجو للنن سوي الأولى، نجو للنن سوي الأولى ونجو نحلوها عادي جدا، ما فيهاش أي مشكلة، ما فيهاش أي مشكلة. نسمو المنبر 1 2 3 4 بالشكل هذا. لكن قبل ما نحن نبدأ في الجدول الكبير نبي نحط القيم تاعي، ونقوله هنا في الصفحة، هنا طبعا فوق هنا نقول المنبر، عندنا المنبر الأول 1 2 و2 3 و3 4 بالشكل هذا، وعندي الاستفنس. النقطة 1 عندها أو جوينت 1 عندها مقاومة المومنت، والنقطة 2 نفس القصة عندها مقاومة المومنت لا يساوي فيها صفر. فإذا نقوله 4 اي اي على ال 4 في الاي، في الاي هنا عندي 2 اي، 2 اي على ال اللي هو ال 4 بالشكل هذا. ال 4 تمشي مع ال 4 حتجد عندي 2 اي اي بالشكل هذا. هذا الاستفنس. نجول 2 3، 2 هنا عندها مقاومة المومنت، المومنت لا يساوي صفر، ونفس القصة 3، إذا 4 اي اي على ال 4 اي في الاي، الاي عندي هنا ب2 على ال اللي هو 4 بالشكل هذا. ال 4 تمشي مع ال 4 إذا حتكون 2 اي اي. نجو للثلاثة أربعة، نجو للثلاثة أربعة، الثلاثة أربعة بالشكل هذا. الثلاثة عندها مقاومة المومنت، المومنت يساوي صفر، أما الأربعة المومنت يساوي صفر. إذا نقول الثلاثة مش أربعة إي آي على ال، ثلاثة إي الآي عندي بآي وحدة على ال اللي هو باثنين، إذا تكون ثلاثة إي آي على اثنين بالشكل هذا. نجو هنا للريليتيف ستيفنس، ريليتيف ستيفنس او ديستريبيوشن فاكتور كله نفس التسميه. نضربه هني بالكامل في 2 مثلا، لو ضربناه في 2 باش نحوله المقام هنا حتجد عندنا، حنضربه بالكامل في 2 على اي اي، حتكون هنا عندي 2 نضربه في 2 حتجد ب4 على اي اي، اي اي تشمل اي اي، الى نفس القصة حتكون 4، ولو ضربناها في 2 على اي اي المقدار الثالث، 2 تمشي مع 2 حتقعد عندي 3 بالشكل هذا. هذا الريليتيف ستيفنس او ديستريبيوشن فاكتور كله نفس التسمية. هذا اللي نحل به انا الكلام اللي حكيناه. نجو طبعا للمسألة الاولى اللي هي نن سوي. طبعا الريليتيف ستيفنس ينطبق في المسألة الأولى والمسألة الثانية، مش فرق، ينطبق في المسألة الأولى اللي هي نن سوي وسوي. لكن احنا نبدأ بمسألة النن سوي بنفس الخطوات السابقة. نقوله هنا عندنا جوينت، عندي 1 عندي 2 عندي 3 وعندي 4. نجول للمنبر، عندي 1 2، عندي جوينت 2 عندها 2 1 و2 3، والجوينت 3 عندها 3 2 و3 4، والجوينت 4 عندها 4 3 بالشكل هذا. نجو للديستريبيوشن فاكتور، ديستريبيوشن فاكتور، ديستريبيوشن فاكتور بين المنبر 1 2 و2 1. طبعا زي ما قلنا ان الواحد هذه ما عندهاش ديستريبيوشن فاكتور، لكن 2 عندها لانها علقة بين منبر 2 3 و2 1، اذا 2 1 2 3 عندها ديستريبيوشن فاكتور. هلا قال لي 4 الى 4، 4 إلى 4،
لو قسمنا الطرفين على واحد حتجد واحد إلى واحد بالشكل الأصلي. إذا نقول الواحد قسمة واحد زائد واحد هتكون بنص، نفس القصة هنا هتكون بنص. أما الجوين ثلاثة هي علقة بين المنبر، ثلاثة اثنين وثلاثة أربعة، وهنا عندي الريليف ستيفنس أربعة إلى ثلاثة. إذا حيكون الأول قيمته أربعة قسمة أربعة زائد ثلاثة، أربعة على سبعة، وهنا ثلاثة على أربعة زائد ثلاثة حتكون ثلاثة على سبعة. نجو توا الحاجة اسمها فيكسد اند مومنت. فيكسد اند مومنت، الفيكسد اند مومنت جايني عند اثنين ثلاثة وثلاثة اثنين، اثنين ثلاثة وثلاثة اثنين، وقيمته دبليو ال تربيع على دبليو اللي هو ستة في ال تربيع أربعة تربيع قسمة 12 قيمته ثمانية هنا عند اثنين ثلاثة وعند الثلاثة اثنين ثلاثة. أنا فرضيتي بنفرضها مع هتكون بالموجب وضد بالماينس، مع هتكون بالموجب. هنا عند اثنين ثلاثة جايني ضد عقارب الساعة، يأثر بعزم ضد عقارب الساعة، وحسب فرضية بالماينس حيكون ماينس، وهذا مع بالموجب. باهي، هل عندي مومنت آخر مؤثر؟ هل عندي حمل موز مركز جايني عند منتصف الممبر بشي يسبب لي في عزوم؟ لا، ما عنديش، كله جاي على جوينت، اذا ما عنديش اي فيكسد مومنت. وكذلك ميزه مساله النسوي ما فيهاش اي انحرافات. لو كان مثلا خلينا انحرافات، معناها عند الممبر واحد واحد اثنين حتكون عندي مومنت، واثنين واحد حتكون مومنت، والثلاثه اربعه حتكون مومنت، والاربعه ثلاثه حيكون مومنت. لكن بما ان المساله الاولى النسوي، اذا حيكون باصفر، اذا حيكون باصفر. هذا الفيكسد ان مومنت. نجول البالانس والكاري اوفر، بالانس والكاري اوفر. عندنا هنا ماينس 8، ماينس 8 نضربوها في نص حتتوزع. طبعا بما ان الثمانية جيتني عند الجوينت اثنين، معناها يتوزع على حسب الديستريبيوشن فاكتور. هنا ثمانية في النص حيكون بأربعة، وهنا بأربعة. لا تنسى ان عكس الاشارة في البالانس. وعندنا الثمانية هنا بما ان عندي جوينت ثلاثة حتتوزع على حسب الكاري اوفر، أربعة سبعة ثلاثة سبعة. ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين على سبعة، وهنا الثمانية في الثلاثة حتكون بأربعة وعشرين على سبعة. ولا تنسى ان بعكس الاشارة بالشكل. نجو توا طبعا الكاري اوفر، نجو توا الكاري اوفر، ونبيك يعني تركز معايا كويس، نبيك تركز معايا كويس. سابقا لما نحن وزعنا في البداية الماينس ثمانية والباص ثمانية، الماينس ثمانية وزعناها انا ببلاس ثمانية في البالانس، صح ولا لا؟ ليش؟ لان عندي هنج، ونفس القصة هنا عندي رولر، عندي رولر. اما المسألة الاولى لما جينا نحن وزعنا هنا البلاس تسعة والماينس مع الماينس تسعة، كان عندي رولر، كان عندي رولر حطيناه هنا بالزيرو. نجو طبعا توا عملية التوزيع، عملية التوزيع في الكاري اوفر، في الكاري اوفر. طبعا اول حاجة نجو ال 24 على 7 هتمشي على اليمين بالشكل هذا. ال 24 على 7 هنا حتمشي بزيرو. ليش مشات بزيرو؟ لان عندي هنج هنا، المومنت عند أربعة ثلاثة دائما عند بزيرو. لكن أما الأربعة اللي على اليسار، بما أن عندي فيكسد عند الواحد هنا، عند الواحد هنا حيمشي بأربعة على اثنين، أربعة على اثنين حتكون باثنين وبنفس الإشارة بالشكل. لو عندي هذه هنجها مثلا عند النقطة واحد هنج أنا، كيف هذه حتمشي بزيرو كيف ما درناها؟ لكن بما أن عندي فيكسد، لا حتمشي ببلس اثنين بالشكل، حتمشي ببلس اثنين. أما الأربعة هذه حتمشي على اليمين بالشكل هذا، أربعة على اثنين بالبلس، وهنا حتمشي 32 على سبعة قصبة اثنين حتقعد 16 على سبعة، وتكون بنفس الإشارة بالماينس، نفس الإشارة. نجي نديرو بالانس وكاري أوفر من جديد، بالانس وكاري أوفر من جديد، نديرو بالانس وكاري أوفر من جديد. هنا عندي 16 على 7 جيتني عندي جويت 2، فحتوزع بقدر نص نص، حتكون ب 8 على 7 وب 8 على 7
وبعكس الإشارة أنا بالماينس أنا حتكون بالبلس بالشكل هذا. نفس القصة اثنين جيتني عند جوينت ثلاثة حتوزع على حسب ديستريبيوشن فاكتور، اثنين في أربعة حتكون بثمانية على سبعة، وهنا اثنين في الثلاثة حتكون بستة على سبعة، وبعكس الإشارة حتكون بالماينس. نجو للكاري أوفر، هذه حتمشي بزيرو لأن عندي هنج، وهذه حتمشي بأربعة على سبعة قسمناها على اثنين وبنفس الإشارة بالبلس، بنفس الإشارة بالبلس. ليش؟ لأن عندي فيكسد. أما الثمانية على سبعة هذه حتمشي بأربعة على سبعة، وهذه حتمشي بأربعة على سبعة وبنفس الإشارة، هذه حتمشي بالموجب وهذه حتمشي بالماينس بالشكل ده. نجو توا للبالانس والكاري أوفر من جديد. نجو توا للبالانس والكاري اوفر من جديد. الأربعة على سبعة هتوزع بالنص، هتكون اثنين على سبعة، وهنا حتكون باثنين على سبعة. ليش؟ لأن جيتني عند الجوينت اثنين وبعكس الإشارة بالبلس، اثنين على سبعة اثنين على سبعة، والأربعة على سبعة هتمشي بماينس اثنين على سبعة. لا بس مش هنقسمه على اثنين، لا هنضربه في ديستريبيوشن فاكتور بالشكل هذا. الأربعة على سبعة مضروبة في أربعة على سبعة هتكون أربعة في الأربعة بستاش، هتكون بستاش على سبعة في سبعة بتسعة وأربعين، ماينس ستاش على تسعة وأربعين. والأربعة سبعة هنا هتمشي أربعة في ثلاثة باتناش، والسبعة في سبعة بتسعة وأربعين، اتناش على اتناش على تسعة وأربعين. هذا طبعا البالانس، هذه شرطة موجب، إذا هذه حتكون بالماينس وهذه حتكون بالماينس. نجول طبعا دول العملية الكاري أوفر، هذه حتمشي بزيرو لأن هنج هنا، وهذه حتمشي بنص اثنين على سبعة قسم اثنين حتكون واحد على سبعة، وبنفس الإشارة نفس الإشارة. عندنا اثنين على سبعة هذه حتمشي نقسموها على اثنين حتكون واحد على سبعة بالشكل هذا، والإشارة نفس الإشارة موجب، وهذه حتكون بالماينس نفس الإشارة، حتكون نقسموها على اثنين حتكون ثمانية على تسعة وأربعين بالشكل هذا. نجو توا للبالانس والكاري أوفر، نجو البالانس والكاري أوفر من جديد. بالانس كاري اوفر، الماينس 8 على 49 حتوزع بالنص لان جيتني عند الجوينت، وحتوزع بالنص هنا، اذا حتكون ب 8 على 2 حتكون ب 4 على 49 و4 على 49، وبعكس الاشاره نتاعها حتكون بالموجب موجب. 1 على 7 حتكون بالماينس ماينس، نقسموها ونضربوها في الديستريبيوشن فاكتور، 1 على 7 في 4 على 7 هتكون ب 4 على 49، هتكون ب 4 على 49، وعندك ال 1 على 7 في هتكون ب 3 على 49. شنو إشارة الماينس؟ نجو ندرو لها الكاري أوفر، هذه حتمشي بزيرو وهذا حتمشي نقسموه على اثنين حتكون اثنين على تسعة وأربعين، والإشارة بتاعتها نفس الإشارة بالموجب. هذه حتمشي هنا هكي وهذه حتمشي هنا هكي، هذه حتمشي عندنا اثنين نقسموه على اثنين هتجد اثنين على تسعة وأربعين وبالموجب، وهذه حتكون بالماينس 2 على 49.
جو طبعا للبالانس والكاري اوفر الاخرى، بالانس كاري اوفر، بالانس كاري اوفر. الاثنين على 49 هتقسم نص نص، لان عند الجوينت اثنين حتكون عند النص، حتكون واحد على 49، وبعكس الاشاره حتكون بالموجب نفس القصه، واحد على 49 بالشكل. اما الاثنين على 49 هتوزع بالماينس ماينس بعكس الاشاره، 2 على 49 في 4 على 7، 2 في 4 ب 6، 2 في 4 ب 8، هتكون ب 8، وعندنا 49 في 7، 49 في 7 هتكون ب 343. عندنا 2 في 3 هتكون ب 6، قسمة 49 في 7 هتكون ب 343. بعدين نجي نديروا الكاري اوفر، هذه هتمشي بزيرو وهذه حتمشي مثلا ب، هذه حتمشي باثنين على 49، او نقسموه على اثنين، نقسموه على اثنين حتقعد واحد في على 98، 49 في 2 98 نفس الاشارة. تقدر انت حتى هذه يدير لها كاري اوفر اكي وكاري اوفر اكي، اوكي. لكن خلاص 8 على 43، 343 لما تنجمع يعني تقدر تقول قيمة كبيرة، خلاص اوكي تقدر تقول انك وصلت الدقة المطلوبة. يعني كل ما زاد عدد المحاولات كل ما كانت الدقة اكثر. نجو توا لل، نجو توا للسطر معانا، سطر عند الفيكسد اند مومنت بالشكل هذا، وهنا هيك نجو نجمع المومنت بتاعي. اول حاجة عندنا عند النقطة اللي هي النقطة 1 2، نقول له 2 زائد 4 قسمة 7 زائد 1 قسمة 7 زائد 2 قسمة 49 زائد 1 قسمة 98، حيطلع معي 2.76، 2.76 وبالموجب. بعدين عندي 4 زائد 8 قسمة 7 زائد 2 قسمة 7 زائد 4 قسمة 49 زائد 1 قسمة 49، هيطلع معايا 5.53 وبالموجب. بعدين يجوا ماينس 8 زائد 4 ماينس 16 قسمة 7 زائد 8 قسمة 7 ماينس 4 قسمة 7 زائد 2 قسمة 7 ناقص 8 قسمة 49 زائد 4 قسمة 49 ناقص 2 قسمة 49 زائد 1 قسمة 49، حيطلع معايا ماينس 3.53 بالشكل هذا. بعدين عندي موجب 8 ماينس 32 قسمة 7 زائد 2 ناقص 8 قسمة 7 زائد 4 قسمة 7 ناقص 16 قسمة 49 زائد 1 قسمة 7 ناقص 4 قسمة 49 زائد 2 قسمة 49 ناقص 8 قسمة 343، هيطلع معايا 4.61 وبالموجب. بعدين عندنا ماينس 24 ناقص 6 قسمة 7 ناقص 12 قسمة 49 ناقص 3 قسمة 49 ناقص 6 قسمة 343، حيطلع معايا نجو نراجعو من الأول، 24 ماينس 24 قسمة 7 هيطلع معايا ماينس 4.6 وهذه حتكون بزيرو. إذا نحن طبعا حلينا توا المسألة اللي هي النن سوي، طلعنا المومنت اللي فيها بالكامل، طلعنا المومنت اللي فيها بالكامل. المسألة هذه طبعا ما يكونش فيها أي ديفليكشن، ديفليكشن يساوي زيرو. هذا علاش حطينا القيم تاعت الديفليكشن، إذا كان صار انحراف عند الواحد 2 2 1 هيكون عندها قيم هنا، لكن حطيناه احنا بصفر، حطينا تأثير الديستريبيوتد لود فقط والتأثيرات الكاملة بدون أي ديفليكشن، وديفليكشن نان سوي. لو جمعنا عليها مع السوي هذه حيطلع معنا الحل الصحيح والمومنت نجمعوه مع بعضها. لكن أنا نبي نعرف قيمة البي هذه كم. تقدر أنت بعد ما طلعت المومنت تقدر تعرف قيمة البي كم قيمته. نجو هنا شوي هكي ونقولوا نرسموا الفريم تاعنا،
الشكل هذا. نقولوا نجوا نطلعوا المومنت نتاعنا، بما ان هنا طلعت لي 2.76، اذا موجب، والفرضيه نتاعي مع عقارب الساعه حيكون مع عقارب الساعه بالشكل 2.76. هذا طلعت لي 5.53، وهنا ضد طلع لي 5.53. اما هنا طلع لي مع، وهنا ضد، وقيمته 4.61. وعندنا طبعا حمل موزع مقداره 6 كيلو نيوتن لكل متر، وهنا عندي 20. باهي، لو كيف ما درنا في طريقة السلوب ديفليكشن، لو خذينا المنبر هاف اللي هو 4.3 وحطيناه بروحه، وخذينا المومنت عند النقطة هاف يساوي 0، سموش المومنت عند النقطة هذه يساوي 0، حيكون عندي 5.53 وعندي قوة أفقية بالشكل هاف مضروبة في المسافة 2. القوة الأفقية على طول نقدر نقولها أن 5.53 قسم المسافة اللي هي 2، القوة الأفقية مقدارها 2.76. باهي، القوة الأفقية الأخرى لو خذينا سبموشن المومنت عند النقطة هذه يساوي 0، بلس 5.53 بلس 2.76 ماينس القوة اللي هذه مضروبة في المسافة العمودية، لأن خذينا المومنت هنا، فنقولوا أن 5.53 معيش نزيد الراجع، بس هذه نزلت 2.76. القوة الأفقية مقدارها لو خذينا سبموشن المومنت عند النقطة هذه يساوي 0، العازم هنا كان عنده مقدار 4.61، إذا 4.61 قسمة المسافة اللي هي 2 هيطلع معنا 2.3 بالشكل. أما القوة هذه لو خذينا سبموشن المومنت عند النقطة هذه وفصلنا، هيكون عندي العازم 5.53 زائد 2.76 قسمة المسافة اللي هي 4، هيطلع معي القوة هذه 2.07. لو درنا لنا سمويشن اف اكس، درنا سمويشن اف اكس، مش نحن قلنا ان عندنا بي هنا بدري تعترض في الـ في الـ في الديفليكشن، فلذا حيكون عندي درنا سمويشن اف اكس حيكون 2.07 ماينس 2.3 ماينس البي حيساوي 0، اذا البي طلعت معي قيمتها 2.07، وهنا عندي 20 بالبلس زائد 2.07 ماينس 2.07، نقولوا ان اذا قيمة البي حتكون 20 زائد 2.07 ناقص 2.3، ننقل البي للطرف الاخر، اذا حتكون 19.77 كيلو نيوتن. يعني 19.77 كيلو نيوتن تأثر عندي في النانسوي، حتأدي إلى أو تخلي ديفليكشن بتاعي يساوي الزيرو، يساوي الزيرو. نجو توا للنانسوي، نجو توا للنانسوي أو للمسألة الثانية اللي هي لما يكون في عندي سوي، نقوله هنا جوينت، جوينت بالشكل هذا، نقوله هنا عندي 1، 2، 3، و4 بالشكل هذا. عندي هنا منبر، عندي 1، 2، 1، 2، 3، 3، 2، 3، 4، 4، 3 بالشكل هذا. بعدين عندي هنا distribution factor، نفس الديستريبيوشن فاكتور اللي احنا درناه في البداية، هنا حيكون نص، وهنا حيكون نص، وهنا 4/7، وهنا 3/7 بالشكل هذا، 4/7، 3/7. نجو توا للفيكسد اند مومنت بالشكل هذا.
الفيكسد اند مومنت هنا لما كان عندي نان سوي كانت عندي ستة بس حمل موزع او حمل مركز يكون في نص المنبر او في احد اطراف المنبر. اما العشرين جيتني عند جوين مش هتأثر، والبي جيتني عند جوين مش هتأثر بشكل فستة اثرت عندي بماينس ثمانية وبلس ثمانية. لكن هنا في المسألة في السوي انا احنا كباب الحمر هنا في السوي وهذه النن سوي وهذه النن سوي بشكل هنا في السوي سير له انحراف بالشكل مقدار دلتا، اذا حيولد مومنت مقداره 6 اي اي على ال، 6 اي اي على ال عند المنبر 1 2 نقول المنبر هذا 1 2 3 4 1 2 3 4 اذا حيكون عندي 6 اي اي في دلتا على ال تربيع. هذا المومنت عند ال 1 2 و 2 1 فيكسد فيكسد بالشكل اذا نقول 6 اي اي في دلتا على ال تربيع، اذا حتكون 6 اي اي في دلتا على ال تربيع اللي هو الطول 4 تربيع اللي هي ب 16. وعندك عند المنبر طبعا المنبر 2 3 مسير في شيء، لكن 3 4 3 4 سير فيه سير فيه حتى دلتا نفس القصة حتكون 3 4 تساوي 4 3 فيكسد فيكسد حيكون مقداره 6 اي اي في دلتا على ال تربيع اللي هي ب 4 تربيع ب 16 حتكون 16 بالشكل هذا. اوكي هذا هو الفيكسد اند مومنت. فيكسد اند مومنت الاربع تربيع لا اثنين تربيع هنا ثلاثة اربعة طول اثنين تربيع اللي هو حيكون مقداره قيمته اربعة قيمته باربعة بالشكل هذا. يعني الاول عندك ستة على اربعة، الثاني لكن نبغى ننتبه النقطة مهمة جدا احنا نسيناها هنا توا. لما جينا الواحد اثنين واثنين واحد ستة اي اي الاي عندي باثنين هنا اثنين اي اثنين اي اذا تنضرب في اثنين من جديد. اما بالنسبة للثلاثة اربعة فعندي اي واحدة اذا هنا حتكون ستة على اربعة، ستة على اربعة حتكون ب قسم اربعة حتكون بواحد ونص اي اي في دلتا، وهنا حتكون اثنين في ستة اتناش، اتناش على ستاش حتكون اتناش قسمة ستاش حيكون بوينت خمسة وسبعين اي اي في الدلتا. في الدلتا هنا عندي مشكلة كبيرة اللي هي الاي اي والدلتا كيف انا نحطن. طبعا هذا فيكسد اند مومنت المفروض ينكتب عندي بالشكل هذا. طلعوا قلم نحنا ونكتبوه. المفروض ان عندي مومنت عند الواحد اثنين واثنين واحد بالشكل هذا ومقداره هنا نقوله ستة اي اي في دلتا اللي هي واحد اثنين حيكون بوينت خمسة سبعين في اي اي في دلتا، نفس القصة بوينت خمسة سبعين في اي في اي في دلتا. هنا جايني مع عقارب الساعة العزم بتاعي مع عقارب الساعة، اذا حيتولد مومنت ضد عقارب الساعة والعزم الفرضية اذا حيكون ماينس ماينس صح ولا لا؟ ونفس القصة ثلاثة اربعة هنا حيكون عندي واحد ونص اي اي في دلتا، وهنا جايني مع عقارب الساعة اذا حيتولد مومنت ضد عقارب الساعة حيكون ضد عقارب ساعة حيكون بالماينس بالماينس بالشكل هذا، وهنا واحد ماينس واحد ونص اي على دلتا. يعني كل واحدة بتضربه في اي على دلتا وقصة حتقعد مش حنوصله نحن الحل المطلوب. لكننا نقدر ندير عملية تحايل معينة في صندوق هنا، ندير عملية تحايل معينة حاولوا انت نتلافوا قصة الإشارات وقصة هنا عندي بوينت 75 اي اي في دلتا نقولوا انها يساوي العشرة باي يساوي العشرة، وهنا عندي واحد ونص اي اي في دلتا فرضية عشرة تقدر تفرضها بعشرين مية اي فرضية، وهنا عندي الواحد ونص. انا بما ان فرضت الاولى بعشرة
معناها الثانية تبنيها على فرضية الأولى، تبنيها على فرضية الأولى، تضرب الطرفين في الوسطين، تضرب العشرة في الواحد ونص وتقسمها على 0.75، حيطلع معايا ب20. نقدر نفرض أن العزم الأول ب10 والعزم الثاني ب20، إذا ال0.75 أنا حتكون ماينس 10 وهنا ماينس 10 وهنا ماينس 20 وهنا ماينس 20 بالشكل ده. بالقلم كتبت أنا باش أنتم تقولها كويس وتكون بلون مختلف. نجو توا للبالانس. بعدين طبعا لما أنا نحل المسألة عندي اللي عليها مسلط ب مقداره كم البي نحن طلعناه ب 19.77، بعدين نحن نرد نجو للبالانس والكاري أوفر. البالانس هنا عندي ماينس 10 وهنا ماينس 20، هنا ماينس 10 وهنا ماينس 20 وهنا ماينس 10 وهنا ماينس 20. نجو طبعا هذا الفيكسد اند مومنت وهنا عندي بزيروات. نجو اول حاجه نركزوا ونقدوا يعني واعيين الشكل. هنا بما ان عندي ماينس 20 عند الاربعه ثلاثه، المنبر هذا هو الاربعه ثلاثه وانا عندي الماينس 20 بالشكل. دائما زي ما قلنا عند الهنج ندير عكس الاشاره بموجب 20 بالشكل. لكن بالنسبة للماينس 10 هذه، الماينس 10 هذه مش حد نقوله هنا ان بلس 10 لانها فيكسد، لانها فيكسد. اوكي هنجو للعشرة هذه. العشرة هذه وين جيتني بالضبط؟ انا الماينس 10 جيتني هم بالضبط ماينس 10. اوكي حتوزعها بمقدار الديستريبيوشن فاكتور. هنا الديستريبيوشن فاكتور عندي ليش؟ لانه جاي عند الجوينت، عند الجوينت 2، حتكون هنا بخمسة وبخمسة وبالموجب لأنها عكس الإشارة. والعشرين هذه نفس القصة، حتوزعها بمقدار 4/7، حتوزعها بمقدار 4/7 4/7. هنا العشرين اللي ضربناها في 4 حتكون ب80/7، وهنا حتكون 20 في الثلاثة حتكون ب60/7، ولا تنسى أن تكون بعكس إشارة. هنا بالماينس، إذا هنا حتكون بالموجب بالشكل. نجو طبعا تو للكاري أوفر. نجو للكاري أوفر. الستين هذه، الستين على سبعة، بما أننا عندي هنج هنا في التوزيع، خلاص ماينس 20 بلس 20 خلاص بعدها ما حتوزع، هنا حيتوزع بصفر. أما هنا حيتوزع بخمسة على اثنين. ليش خمسة على اثنين؟ لأنه فيكسد عندك، عند المنبر واحد اثنين فيكسد عندك، فيكسد. هنا نقوله خمسة على اثنين، ولا تنسى أن دائما الكاري أوفر نفس الإشارة، حتكون بموجب بالشكل. هذا وزعناه وهذا وزعناه، إذا حنجول هذا وهذا. هذا حيكون بخمسة على اثنين بالموجب، وهذا 80/7/2 حتكون ب40/7 وبالموجب. نجو طبعا تو للبالانس والكاري اوفر من جديد. بالانس وكاري اوفر من جديد. ال 40/7 هذه حتوزعها بالنص نص، حتوزع هنا بعكس الاشاره ماينس ماينس 20/7 و20/7، وال 5/2 حتوزع 5/2 ب20، 7/2 ب14، هتوزع على حسب الكاري اوفر لانه جاي عند الجوين ثلاثة. وهنا نفس القصة، 5/3 ب15 على 2/3 ب14، 15/14. ونقولوا مثلا 5/2 الخمسة هنا لو ضربناها حتطلع ب20، واثنين في 7 5/4 ب20 و2/7 ب14 20/14
انا يعني حنعيده من الاول وندير مراجعة سريعة. عندك ماينس 20 حتعادلها في البالانس بلس 20. ليش؟ لان هنج عند النقطة اللي كانت. اما الماينس 10 هذه في فيكسد، مش حتمشي بالانس، حتقعد قيمتها هنا فاضية. باهي. بالنسبة للماينس 20 حتقسم على حسب الديستريبيوشن فاكتور هنا وهنا، والماينس 10 حتقسم على حسب الديستريبيوشن فاكتور هنا وهنا. باهي. بعدين جو الكاري اوفر، 5 حتمشي هيك، 60 على 7 حتمشي هيك لان بزيرو، لان عندي هنج هنا المومنت حيساوي زيرو. 80 على 7 حتمشي ب 40 على 7، و5 على حتمشي ب 5 على 2، بالإضافة إلى ال 20 هذه حتمشي ب 20 على 2 حتكون بلس 10 بالشكل ده. نجو توا نديرو برنامج البالانس من جديد. عندي 40 على 7 حتمشي بنص نص بالشكل هذا، 40 على 7 حتمشي حتنضرب في النص عند الديستريبيوشن فاكتور حتكون ب 20 على 7، وهنا حتكون ب 20 على 7. ولا ننسى إشارة عكس الإشارة اللي هي إشارة الماينس. عندنا تو هنا الخمسة على اثنين هذه والعشرة، مش حتاخذ الخمسة على اثنين فقط وتقسمها أربعة سبعة وثلاثة على سبعة، لأ، هنا الجوينت ثلاثة، هنا في عليها تو ممبر، ثلاثة اثنين ثلاثة أربعة، إذا عندك تو ممبر بالشكل ده. دائما في البالانس تبيك تركز عليه النقطة هذه، لما يكون عندك تو ممبر أو تو مومنت ضروري تجمعها مع بعضهم وتضرب كل واحدة في الديستريبيوشن فاكتور. كيف ما درنا نحن في المسألة هذه؟ المسألة هذه خذينا نحن طبعا عندي جوينت اثنين، كان عندي تو مومنت، ما ينفعش ضروري نجمعهم مع بعض ونضرب كل وحدة في الديستريبيوشن فاكتور بروحها، فلذا انتج لي مومنت هنا ومومنت هنا. هنديروا الكلام هذا كله، هنديروا نحن الكلام هذا كله، العشرة زائد خمسة على اثنين، نشوفوها نحن كم تطلع. العشرة زائد خمسة على اثنين، عشرة زائد خمسة على اثنين هيطلع بخمسة وعشرين على اثنين. خمسة وعشرين على اثنين، خمسة وعشرين على اثنين هذه أول حاجة نضربوها في كم؟ في أربعة على سبعة، هيطلع بمية على أربعتاش. هنقوله هنا مية على أربعتاش اللي هي نفسها بالحمر لو قسمنا الطرفين على اثنين، طبعا بعكس الإشارة حتكون بالماينس لأنها بالانس بالشكل هذا. لو نحن نقدر نتحايل عليه نقوله إن هي قيمتها مثلا نديره دائرة صغيرة هنا هكي، نقوله لو قسمنا طرف بسط على اثنين والمقام على اثنين حيكون بخمسين على سبعة وبالماينس بالشكل هذا. نجو طبعا توا للديستريبيوشن فاكتور الثاني اللي هي ثلاثة سبعة، عشرة زائد خمسة على اثنين اللي هي يطلع فيها 25 على 2، 25 على 2 في 3 على 7، 25 في البسط في 3 هتطلع ب 75، وال 7 في المقام في 2 حيطلع ب 14 بالشكل هذا. ولا ننسوا ان عكس الإشارة هنا موجب موجب، هنا حتكون بالماينس بالشكل هذا، بالماينس بالشكل هذا. نجو طبعا نديرو توا عملية الكاري اوفر. الكاري اوفر دائما لما يكون عندي جوينت هنا هنج حتمشي بصفر، هنا عندي فيكسد جوينت عند الواحد اثنين هنا حتمشي قسمة اثنين عشرة على سبعة بنفس الإشارة بالماينس، عشرة على سبعة بنفس الإشارة بالماينس. هنا عندي العشرين على سبعة هذه حتمشي بنص حتقعد بعشرة على سبعة بنفس الإشارة. هنا المومنت هذا حيمشي هنا بخمسين على اثنين حيطلع بخمسة وعشرين على سبعة بالشكل هذا وبنفس الإشارة. خمسة وعشرين على سبعة، ولا تقدر تديرها حتى مثلا على اثنين، اوكي خمسة وعشرين على سبعة تمام، او خمسين تقسمها على اثنين، او تقول لنا خمسين على 14 حتى هي نفس نفس الرقم، يعني نفس الرقم.
هذا توزع، هذا توزع، هذا توزع، وهذا توزع بزيرو. نجو نديرو عملية البالانس من جديد والكاري اوفر من جديد. ال25 على 7 حتوزع بالنص، نص نقسموه على نص، هتجد ب25 على 14. هتجد هنا ب25 على 14 وهنا ب25 على 14، لأن الديستريبيوشن فاكتور نص بنص، وبعكس الإشارة حتكون بالبلس بالشكل ده. بالنسبة للعشرة على سبعة هتوزع عندي بالقيمة اللي هي مقدارها، نضربوها العشرة في أربعة 40، وسبعة في سبعة حتكون 49، فحتكون 40 على 49، 40 على 49 بعكس الإشارة بالموجب. نفس القصة لو كان عندي مومنت هنا، معناها نجمعهم مع بعض ونضربوا كل وحده منها في الديستريبيوشن فاكتور، لكن عندك مومنت واحد حتضرب هذا في الديستريبيوشن فاكتور، بعدين حتضربه في 3 على 7 حيطلع لك القيمات. ال10 في 3 ب30، والبسط 7 في 7 ب49، وبعكس الاشاره هنا حتكون بالبلس. نجوا نديروا عمليه الكاري اوفر، هذا حيمشي بصفر، هذا حيمشي باثنين، نقولوا 25 على 28 وقسمناها اثنين بنفس الاشاره. هذا حيمشي هيك وهذا حيمشي هيك. الأربعين حتقعد بعشرين على 49، قسمناه على اثنين وشردته بالموجب، شردته بالموجب. أما هذا حتقعد نفس القصة 25 على 28، لما نقسموه على اثنين حتقعد بالبلس. نجو نديرو عملية البالانس والكاري أوفر من جديد، البالانس والكاري أوفر من جديد. العشرين على 49 بالبلس، نديرو لعملية عند الجوينت اثنين نص نص، حتقعد بعشرة على 49 وهنا عشرة على 49 وتختلف معانا الإشارة. 25 على 28 حتنضرب في 4 على 7، 4 في 25 ب100، 28 في 7 حتقعد ب196، 25 على 28، 25 في 4 حتقعد ب100 على 28 في 7 حتقعد ب196 بالشكل ده، 196. عندنا ال 25 حتنضرب في الثلاثة حتقعد ب75، وال 28 لما تنضرب في السبعة حتقعد ب196. والإشارة عندي هنا بالموجب، إذا هذه حتكون ماينس ماينس بالشكل ده. نجول الكاري أوفر، هذا حتمشي ب5 على 49 بنفس الإشارة بالماينس، هذه حتمشي بزيرو، هذه حتمشي نقسموها على 2 حتقعد ب50 على 196 بنفس الإشارة، وهنا حتقعد بنفس الإشارة 10 على حتكون ب5 على 49 قسمناه على 2. دائما في الكاري أوفر دائما، والمرة العاشرة نقسم على 2 وبنفس الإشارة، بنفس الإشارة. نجو نديرو بالانس وكاري أوفر من جديد، بالانس وكاري أوفر من جديد. عندك الخمسين على 96 تضربها في نص نص، هتقعد عندي 25 على 196، 25 على 196 وبعكس الإشارة حتكون ببلس بلس. عندك ماينس 5.49، 5 في 4 حتكون ب20، 49 في 7 هتقعد ب343، وهنا عندي 5 في 3 ب15، و49 في 7 حتكون ب343، وهنا إشارة ماينس إذا حتكون بلس بلس بالشكل ده. نجو نديرو عملية الكاري أوفر، هذه حتمشي باثنين عند الفيكسد، 196 في 2 حتكون 25 على 392، هذه حتمشي بصفر وهذه عندها قيمتين. خلاص تقدر تقولوا ان ال 25 على 392 على تقريبا 0.06، خلاص تقدر تقول ان اوكي نحن وصلنا، يعني زي ما تقول درنا عدة محاولات، يعني خلاص تقدر نجو عند الفيكسد اند مومنت
ونديروا الخط كي بالشكل هذا، ونديروا الخط هنا ونقولوا ان المومنت بتاعي يساوي المومنت. نجمع اول حاجة اول قيم عندنا في البداية هنا ماينس 10، ما تنساش ماينس 10 عند الفيكسد اند مومنت. نحن فرضنا فرضية معينة ومشينا عليها، ماينس 10 زائد 5 قسمة 2 ماينس 10 قسمة 7 زائد 25 على 28 ناقص 5 قسمة 49 زائد 25 على 392 هيجد معانا ماينس 8 حوالي بوينت 1. نقولوا ان ماينس 8 بوينت 1 عند فيكسد. نجوا للقيمة الثانية، عندي ماينس 10 زائد 5 ماينس 20 قسمة 7 زائد 25 قسمة 14 ناقص 10 قسمة 49 زائد 25 قسمة 196 هيطلع معنا ماينس 6.14 ماينس 6.14. عندك هنا بعدين العمود الثالث عندي 5 في البداية زائد 40 قسمة 7 ناقص 20 قسمة 7 ناقص 25 قسمة 7 زائد 25 قسمة 14 زائد 20 قسمة 49 ناقص 10 قسمة 49 ناقص 50 قسمة 196 زائد 25 قسمة 196 هيطلع معنا رقم كبير، لكن نزيد نراجعه. 45 قسمة 7 ماينس 20 قسمة 7 ناقص 25 قسمة 7 زائد 25 قسمة 14 زائد 20 قسمة 49 ناقص 10 قسمة 49 ناقص 50 قسمة 196 زائد 25 قسمة 196 هيطلع معنا بلس 6.14 بلس بالشكل ده. نجو للكولوم الثالث، الكولوم الثالث عندي الكولوم الرابع 80 قسمة 7 زائد 5 قسمة 2 ناقص 100 قسمة 14 ناقص 10 قسمة 7 زائد 40 قسمة 49 زائد 25 قسمة 28 ناقص 100 قسمة 196 ناقص 5 قسمة 49 زائد 20 قسمة 343 هيطلع معنا 6.51 بالبلس. بعدين عندي الكولوم الخامس اللي هو عندي في البداية ماينس 20 زائد 60 قسمة 7 زائد 10 ناقص 75 قسمة 14 زائد 30 قسمة 49 ناقص 75 قسمة 196 زائد 15 قسمة 343 هيطلع معنا ماينس 6.51 بالشكل ده. بعدين الكولوم السادس اللي هو زيروات كلها ناقص 20 زائد 20 حتكون بزيرو بالشكل ده. طلع لي توا مومنت، طلع لي توا مومنت، يعني نحن هنا هكي تحصلنا على مجموعة عزوم ماينس 8.1 ماينس 6.41 وهكذا. العزوم هذين اللي أنا تحصلت عليهم في النانسوي كان بتأثير الماينس 10 والماينس 10 والماينس 20 والماينس 20 صح ولا لا؟ لكن العزم الحقيقي اللي قاعد عندي هو 0.75 اي اي في دلتا، 1.5 في اي اي في دلتا. يعني نحن نرد الموضوع الاول، نكتبوا العزوم اللي عندنا يطلع اللي هي نكتبوا عندنا المومنت طلع عندي ماينس 8.1 ماينس 6.14 بلس 6.14 وبلس 6.51 وماينس 6.51 والزيرو صح ولا لا؟ نجو نحن نرسموه بالشكل هذا. هنا
نحن نرسمه. أول حاجة عندي الماينس 8.1 اللي هي والفرضية متاعي الماينس إنه ضد، إذا حيكون 8.1 بالشكل ده. وعندي ماينس 6.14 ضد 6.14 مع، بعدين عندي مع، وبعدين عندي مع، وبعدين عندي ضد، ومقدار كل وحدة فين 6.51 6.51. أنا نبي نحاول نطلع قيمة البي المؤثرة عندي بالشكل هذا، في حالة كان العزوم اللي عندي ماينس 10 وماينس 10 وماينس 20 وماينس 20، نبي نطلع قيمة البي المؤثرة عندي. عادي جدا نطلع أول حاجة للرياكشن هنا اللي هو 6.51 على 2، هيطلع معايا مقدارة 6.51 قسمة 2 هيطلع معايا 3.25. أما الرياكشن هذا هيكون بالشكل هذا ومقداره 8.1، لأني لو قصيت عند النقطة 0 وخذيت مجموع المومنت هيطلع معايا بالشكل هذا، زائد 6.14 قسمة الطول اللي هو 4 هيطلع معايا 8.1، زائد 6.14 قسمة 4 هيطلع معايا 3.56. نديرو سمويشن اف اكس يساوي 0، عندك البي ناقص 3.25 ناقص 3.56 يساوي 0، اذا قيمة البي قيمتها 6.81 كيلو نيوتن. نجو نردوا لموضوعنا الاصلي. موضوعنا الاصلي كان في النون سوي عند قيمة البي اثرت لي بدلتا، لما نحن جينا حسبناها عند المومنت بوين 75 اي اي في دلتا 1.5 بي اي دلتا، القيمة هذه نص القيمة هذه، ففرضناها وحدة بعشرة وحدة بعشرين بالشكل هذا. انتجت لي العزوماضين وحسبنا البي طلعت معانا 6.81، يعني عندي العازم 8.1 بالشكل هذا، العازم اللي هو 8.1 نكتبوه بالشكل هذا كيلو نيوتن في المتر. هو نتاج القوة كانت مقدارها بي 6.81، صح ولا لا؟ باي أنا العزم الحقيقي اللي نبيه الناتج من البوينت 75 اي اي عدلته 1.5 اي اي عدلته هو نتاج القوة بي، مقدارها كم؟ البي الأولى بكل 19.71 19.77، يعني لو نحن نبو العزم الحقيقي نضرب الطرفين في الوسطين نقوله 19.77 في 8.1 قسمة 6.81 هيطلع معي العزم الحقيقي 23.46 وبالماينس 23.51 بالشكل هذا. هذا هو العزم اللي عندي اللي طلع، نقوله انه 8.1 في ال، يعني نضرب اي قيمة في قيمة العزم في 19.7 يعني نجول ال 8.1، هذا العزم الناتج. نجو اول حاجة ال 8.1 ماينس 8.1 نضربه في كم؟ في 19 قيمة البي الاولى على قيمة البي الثانية اللي هي 6.81، هذا العزم الاول. العزم الثاني 6.14 في 19.77 على 6.81 بالشكل هذا، هذا القيمة الثانية. القيمة الثالثة بلس 16.14 في 19.77 قيمة البي الأولى على قيمة البي الثانية. بعدين نفس القصة 6.51 في 19.77 على 6.81 قيمة البي الثانية. بعدين ماينس 6.51 في 19.77
على 6.81، والعزم الآخر حيكون بزيرو. وشو الأول قيمة؟ 8.1 في 19.77 و 6.81، هيطلع معانا 23.5. هذه القيمة الحقيقية الأولى. الثانية ماينس 6.14 في 19.77 قسمة 6.81 ماينس 17.82. القيمة الأخرى ثمانية عشر فاصلة تسعة. الأخرى حتطلع بزيرو بالشكل هذا. هذا هو العزم الناتج من القوة بي المسلطة عندي، واللي هي مقدارها 19.77. ديرنا عملية تحايل للوصول للحل، لأن ما نقدرش نحل بموضوع الدلتا، والإي آي هتقعد لنا قصة وحيقعد عندي مجهول دلتا، لكن درت موضوع التحايل هذا بيش نوصل للحل. يعني عندك العزوم في النن سوي هي في السوي، وفي النن سوي اللي هن هذين طلعناها من بدري، اذا نجمعون مع بعض تحصلوا على العزم الحقيقي. عندي في النن سوي قيمة الاولى 2.76 بالبلس، وبعدين عندي بلس 5.53، وعندي ماينس 5.53، وعندي بلس 4.61، وعندي ماينس 4.61، وعندي بزيرو بالشكل هذا. هنحطهم في المربع كي بالشكل هذا ونجمعهم بيجي نتحصلوا على العزم او مجموع العزم الناتج عندي. اذا السموشن هيكون ماينس 23.5 زي 2.76، حيطلع معايا ماينس 20.7. بعدين عندي ماينس 17.82 زائد 5.53، حيطلع معايا ماينس 12.29. بعدين عندك 17.82 ناقص 5.53 حيطلع معايا 12.29 بالبلس. بعدين 18.9 زائد 4.61 يطلع معايا 23.51. بعدين عندنا ماينس 18.9 ناقص 4.61 حيطلع معايا ماينس 0.51. بعدين الزيرو الزيرو هيطلع معايا بالشكل هذا. هذا العزم التوتال اللي عندي. انا نقدر نعدي نجي نعبر عنه برسم بالشكل هذا. عندنا هنا ماينس، هنا طبعا ماينس، فحيكون على حسب الفرضية انه ضد عقارب الساعة، ضد عقارب الساعة حيكون بالشكل هذا 20.7، وهنا عندي ماينس اذا حيكون ضد، وهنا حيكون مع، وهنا حيكون مع، وهنا حيكون ضد بالشكل هذا. هنا قيمته 23.51، وهنا قيمته 12.29، 12.29 بالشكل هذا. نجو نحن نرسموه. لا ننسوا ان عندنا حمل موزع بالشكل هذا، هيرتسم بالشكل هذا. عندي هنا بزيرو، إذا حيمشي بخط مستقيم 23.51، وهنا قيمته
12.29 وهنا 12.29 الشكل هذا وهنا قيمته 20.7. بالشكل هذا هو البيندينج مومنت دايجرام، هذا نقوله البيندينج مومنت دايجرام للشكل النهائي. هنا تو عندنا الهوم وورك في طريقة هيك نكون كملت المنهج، وعندي هوم وورك طريقة المومنت ديستريبيوشن، عندي مسألتين مطلوب منك انك تحلهن. المسألة الأولى حتكون بالشكل هذا، فريم أربعة متر، أربعة متر فيكسد سبورت، فيكسد سبورت، وعندنا هنا 10 كيلو نيوتن، وهنا عندي 6 كيلو نيوتن لكل متر. وعندي المسألة الأخرى بيم عادية عليه رولر سبورت، رولر سبورت وعليها حمل موزع مقدارها 5 كيلو نيوتن لكل متر، وعندنا مسافة 4 متر، 4 متر مطلوب منك حلها using moment distribution method draw bending moment diagram.